يا صباح الخير والهنا والسعادة على كل حضراتكم سيدات والسادة متابعينا ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. أهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. أكيد حلقتنا النهاردة لن تخلو من الحديث المطول كمان عن حفل الافتتاح بالأمس اللي كلنا طبعا مش احنا لوحدنا، العالم كله كان بيتابعه لحظة بلحظة. امبارح كان طبعا انطلاق فعاليات النسخة رقم 22 من المونديال كأس العالم لكرة القدم، وللمرة الأولى على أرض دولة عربية شقيقة، يعني بنتمنى إن شاء الله لدولة قطر يعني النجاح في كل التفاصيل المتعلقة بالتنظيم. امبارح شفنا حفل افتتاح أكيد لازم نقف عنده ونتكلم عن كتير من تفاصيله، والحقيقة فيه فعلا نقاط عدة تستحق الوقوف أمامها وتأملها والحديث حولها. ده كله هنتكلم فيه إن شاء الله في ساعتنا الأولى من حلقتنا النهاردة، وكالعادة الساعة الثانية هيكون عندنا من خلالها فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هينورنا فيها الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي، وبطبيعة الحال هو كمان لازم هنتكلم معاه عن حفل الافتتاح وعن رؤيته لتنظيم قطر لهذا المونديال، وكمان عن مباراة الافتتاح. كلنا طبعا تابعنا امبارح ماتش أو اللقاء الافتتاحي ما بين قطر والإكوادور، ومباراة برضو هنتكلم مع حضراتكم في كتير جدا من تفاصيلها. كل ده هيحصل في الفقرة الحوارية الأولى. الفقرة الحوارية الثانية هنتكلم من خلالها برضو عن موضوع أعتقد يهم ناس كتير، وخصوصا من أصحاب الوزن الثقيل نسبيا. في دراسات كتيرة قوي اتعملت أكدت أن هناك ارتباط قوي وواضح وصريح ما بين السمنة وما بين الاكتئاب. يعني من ضمن الدراسات الكتيرة اللي اتعملت، دراسات منها أثبتت أن حوالي 25% هي نسبة الارتفاع في معدل الإصابة بالاكتئاب لدى الأشخاص أصحاب السمنة المفرطة بالمقارنة بالأشخاص العاديين. يعني هم أكثر عرضة بحوالي 25% للإصابة بالاكتئاب بأشكال ودرجات مختلفة عن الشخص العادي. فهنتكلم بقى مع حضراتكم في الفقرة الحوارية الثانية والأخيرة فقرتنا الطبية في حلقتنا النهاردة مع دكتورة إيمان المراكبي حول هذا الملف، لأنه ملف يهم ناس كتير، وخصوصا أن احنا وإحنا بندردش فيه هنتكلم عن بشكل عام فكرة الاكتئاب وفكرة سيطرة الاكتئاب على تحكمنا في شهيتنا. في ناس ما بتقدرش تتحكم في شهيتها، ممكن تقعد تاكل لغاية لما تبقى على وشك الانفجار، وناس تانية بتقطع الأكل تماما. فدي برضو من ضمن النقاط اللي هنتكلم عنها في فقرتنا الحوارية التانية. تعالوا بقى ندخل في المونديال والإثارة في المونديال. واضح ان هي بدأت بدري بدري، ويمكن حتى قبل انطلاق حفل الافتتاح شفنا طبعا نسخة مميزة في عدة امور. وعايزين نقول ان امبارح التنظيم الحقيقة كان جيد جدا الى حد بعيد، وكان في اكتر من لمحة فنية جميلة كلنا شفناها. ويمكن الامر الاجمل كمان هو حضور قادة وزعماء العالم العربي، يتقدمهم طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مشهد جميل جدا كان واخد الانظار في مدرجات الملعب اللي هو ملعب استاد البيت. تاني حاجة، حفل الافتتاح يعني كان برضو مليان تفاصيل، من ضمنها اللمحة الجميلة بوجود الفنان الأمريكي الشهير مورغان فريمان اللي اتكلم عن دور كرة القدم في توحيد الشعوب، وأدار معاه الحوار بشكل أكثر من رائع غانم مفتاح، وهو سفير النوايا الحسنة القطرية وسفير البطولة، اللي العمل الحقيقة لفتة عظيمة جدا لما بدأ حفل الافتتاح بقراءة آية من القرآن الكريم بتدعو للتعارف ولاحترام ثقافات الغير. أمر إيجابي كمان في حفل الافتتاح والتنظيم كان في الميكس اللي تابعناه أو المدلي اللي اتعمل بين أغاني المونديال. يعني شفنا مثلا أغنية ريكي مارتن في حفل افتتاح نسخة 98، وأغنية شاكيرا في حفل 2006 و2010 و2014. والحقيقة ما فيش شك أن شاكيرا ارتبطت كأيقونة بالمونديال من خلال إحيائها لحفل الافتتاح في أكثر من نسخة منه. البطولة بدأت ساخنة وكلنا اتفاجئنا بالبداية قوية جدا في ماتش الافتتاح لمنتخب الإكوادور. يعني كرة أمريكا اللاتينية كالعادة، يعني مفيش مساحة للاندهاش قوي من قوة أي فريق من أمريكا اللاتينية. يعني لما بنقول إن القوة العظمى في الجزء ده من العالم بتتمثل في دولتين اللي هما البرازيل والأرجنتين، ده مش معناه إن الموضوع اتقفل على كده، لا، ده فيه قولوا 4-5 دول كمان غيرهم عندهم نفس الحاجة إلى حد كبير، عندهم برضو إمكانيات فنية وبدنية عالية جدا جدا جدا، زي أوروغواي زي الإكوادور اللي تابعناها امبارح في اللقاء الافتتاح. الشوط الأول كان إلى حد بعيد يتقال عليه وان سايد جيم لصالح الإكوادور، سجلوا هدفين وكانوا يقدروا الحقيقة سجلوا أكتر من كده عن طريق المهاجم المخضرم فالنسيا اللي عنده أكتر من تجربة احترافية قوية، سواء في إيفرتون أو أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، وطبعا هو حاليا مع نادي التركي.
كلنا اكيد بنتمنى ان منتخب يعني قطر يفوق من صدمة الخسارة في مباراة الافتتاح وفي نقطة البداية، ويحاول انه يعوض في الماتشين اللي جايين اللي هما ماتشين السنغال وهولندا. وان كنا لو هنتكلم بموضوعية هنلاقي ان المهمة دي مش سهلة، يعني طبقا للي تابعناه امبارح في لقاء قطر والاكوادور نقدر نستنتج ان المهمه هتكون صعبه جدا على فريق قطر او على منتخب قطر في المرحله القادمه، لكن ده ما يمنعش ان احنا نتمنى لهم اكيد كل النجاح وكل التوفيق. الغريب بقى ان منتخب قطر يعني الى حد ما يعتبر دخل في الفورمه ودخل في اجواء اللقاء تقريبا مع نهايه الشوط الاول، يعني بالكره العرضيه اللي اتلعبت او اللي اتلعبت للمهاجم المعز علي، فيعني بداية متأخرة جدا الحقيقة للدخول في الأحداث. النهارده بقى احنا عندنا ثلاث مباريات في منتهى الأهمية، أولهم هيكون صدام قوي جدا ما بين إنجلترا وإيران، مباراة هتكون حماسية إلى حد كبير سواء في أرض الملعب أو كمان في المدرجات. صحيح إن معظم التوقعات بتقول إنجلترا بطبيعة الحال، وده لفرق الإمكانيات والقدرات الفنية للعيبة. إنجلترا طبعا ما ننساش عندها نجوم وأسماء لامعة جدا، على رأسهم الهداف المهاجم هاري كين ونجم المان سيتي فودن وغيرهم، يعني من الطبيعي إن إنجلترا تحقق المكسب. لكن برضو في البعض مننا ممكن يقول لك لا، ما تنساش ان في دايما مساحه كافيه لوجود اي مفاجآت غير متوقعه، ووارد ان ايران تعملها النهارده بشكل او باخر. لكن التوقعات يعني ماشيه اغلبها في سكه ان غالبا ايران هتلعب جيم دفاعي قوي مع مدربها كارلوس كيراش اللي بيجيد الحقيقه بشده افساد الطرق الهجوميه على المنتخبات العملاقه، ووارد جدا انه يقدر يقفل من خلال اللعيبه بتوعه ويقفل المباراه ويعتمد على انطلاقات مهاجمه الخطير جدا مهدي طرمي، طبعا لاعب بورتو البرتغالي اللي تالق في دوري ابطال اوروبا في الموسم الحالي، برضه اكيد هيكون ماتش ليه خصوصيه شديده جدا. طيب ادي ماتش، الماتش الثاني هيكون يعني غالبا هو الاكثر متابعه بكل تاكيد واللي هياخد كل الاهتمام على السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا، وده الماتش اللي هيجمع ما بين هولندا والسنغال في يعني مباراه خارج التوقعات الى حد كبير الحقيقه، حتى لو كانت يعني الى حد ما كفه الطواحين الهولنديه هي الارجح، لكن برضو نرجع ونقول اللقاء ممكن جدا يكون خارج التوقعات. هولندا مع مدربها التاريخي أكيد هيعتمدوا على مباغتة السنغال من البداية، وهيعتمد بالتأكيد على نجومه بقى ممفيس ديباي ونجم برشلونة وأكيد فان دايك كمان كابتن ليفربول وماتياس ديلخت نجم البايرن ميونخ. في المقابل أكيد أليو سيسي مدرب السنغال عارف كويس جدا أهمية المواجهات اللي زي دي، خصوصا لأنه خاض كمان قبل كده أكتر من مواجهة كبيرة، يعني السنغال خاضت مواجهات كبيرة ومتعددة مع منتخبات عالمية في كأس العالم اللي فات، والحقيقة برضو السنغال عنده كتيبة من النجوم المحترفة في أندية أوروبا المختلفة، حتى لو كان طبعا في غياب أكيد هيكون مؤثر إلى حد كبير لساديو ماني، لكن يقدر برضو أنه يعني يستغل إسماعيل صار لاعب واتفورد وإدريس أجابي لاعب إيفرتون وبرضو ديالو لاعب باريس سان جيرمان، يعني برضو عنده الى حد ما، وطبعا المدافع الكبير كوليبالي لاعب تشيلسي والحارس ادوارد ماندي حارس تشيلسي، يعني عنده من العناصر ما يكفي ان هو يقدر يجاري منتخب الطواحين الهولنديه في المباراه، ويقدر كمان يشكل عليهم خطوره. يعني كره القدم الافريقيه برضو لما بنلاقي منتخب زي السنغال بيلعب ماتش قوي مع ند وخصم قوي زي هولندا، لا بنشوف برضو نديه الى حد كبير، وده الى حد بعيد متوقع جدا في هذا اللقاء اللي اكيد هيكون محط انظار كتير جدا، مش بس من مشجعي المنتخبين لا من محبي كره القدم، الناس اللي عايزه تنظف عينيها بمتابعه ماتشات قويه من العيار الثقيل، دي مباراه من العيار الثقيل طبعا اتوقع ان كتير جدا من حضراتكم هيتابعوها. كمان مواجهه هولندا مع السنغال هتكون تحت انظار منتخب الاكوادور بطبيعه الحال، ليه؟ لانه اكيد عايز او يعني هيستفيد من نتيجه التعادل بين الثنائي لو حصلت، أو برضو في حالة خسارة السنغال مثلا هتكون الإكوادور عندها فرصة إن هي تحقق نتيجة إيجابية مع السنغال وتحسم تأهلها. الحكاية مليانة حسابات يا حضرات. دي المباراة الثانية. طيب المباراة الأخيرة النهاردة هتجمع بين الولايات المتحدة وويلز، وإلى حد بعيد نقدر نقول إن هما الاثنين عندهم نفس الحظوظ، يعني مباراة هتكون متكافئة بشكل كبير، وأكيد طبعا النجم جارث بيل هيخطف الأضواء مع منتخب بلاد ويلز. عموما أدينا هنستنى وهنتابع وهنشوف إيه اللي هيحصل النهاردة في تاني أيام المونديال اللي الحقيقة ابتدى بداية
الى حد ما صاخبه نتيجه الاحداث حتى اللي سبقت انطلاق فعاليات حفل الافتتاح وتكهنات البعض من فكره اصطدام الثقافات اللي وارد انه يحصل مع وجود يعني جنسيات العالم بالكامل موجودين في الدوحه وفي دوله قطر الشقيقه خلال هذا المونديال. الحقيقه يعني ان شاء الله نقدر نقول انه مبدئيا في شويه اشارات وارهاصات وبوادر بتقول ان احنا بصدد نسخه مختلفه من المونديال في قطر 2022. طيب عايزين بقى او خلونا بقى نروح للجمهور اللي منتظرين بمنتهى الشغف مباريات كاس العالم، يا ترى كل واحد هيشجع مين من المنتخبات؟ ادي اللي هنعرفه من خلال متابعتنا لهذا التقرير، اتفضل. طبعا هم دول الشقيقه طبعا لازم اشجعها، السعوديه وقطر، وقطر المنظمه للبطوله. وعايز اتكلم في جزئيه جميله جدا، يعني ان قطر، دوله قطر الشقيقه، اثبتت للعالم كله ان هي قادره، ان العرب قادرين على ان هم ينظموا بطوله عالميه مثلهم زي مثل الدول الكبرى. المانيا فريق قوي، وانا متوقع ان شاء الله ان هو يكسب النهارده السنه دي يعني كاس العالم. ان شاء الله طبعا الاولويه ورقم واحد ورقم 10 كده نبتدي من قطر، السعوديه، تونس، السنغال، لازم يعني فاهم، فهنبقى على طول مشدود وعلى طول بدعي لهم وعلى طول محتاج ان هم يطلعوا خطوات لقدام، لان ده شرف لينا كلنا كافريقيا وكعرب يعني. ان شاء الله بالنسبه للعرب السعوديه، ونتمنى انها توصل لدور كويسه وان شاء الله يعني. واجنبي بقى يبقى البرازيل او المانيا. شجع طبعا المنتخبات العربيه، تونس والمغرب ان شاء الله وربنا يوفقهم، وعلى المستوى الاوروبي هشجع البرازيل. البرازيل عشان نيمار، ويعني بحب نيمار، وهو منتخب يعني بحس فيه روح كبيره يعني، ان شاء الله ياخد كاس العالم يعني. قطر دوله عربيه وهي الدوله المضيفه، وفخر لنا كلنا، والتحضير على اعلى مستوى يعني. والسنغال دوله افريقيه واحنا افريقيا يعني في الاول والاخر يعني. البرازيل طبعا، مش محتاجه نقاش. ان شاء الله تونس عشان علي معلول، والبرازيل طبعا ان شاء الله عالميا يعني. ارجنتين واسبانيا. البرازيل ارجنتين والمانيا. ان شاء الله نشجع المنتخبات العربيه بتاعتنا، السعوديه، قطر، المغرب، تونس عشان علولو. ربنا يسهل ان شاء الله، نتمنى تكون بطوله جميله، بطوله كويسه، هي اول مره تحصل في دوله عربيه. نتمنى ان شاء الله تكون بطوله مختلفه، ونتمنى ان شاء الله ان الفرق العربيه بتاعتنا توصل لابعد مدى ان شاء الله في كاس العالم. حدث جلل دايما يا حضرات، اي نسخه من نسخ كاس العالم يعني بطولات الدنيا كلها كوم، وكاس العالم كوم تاني، لان متعه بقى، متعه المشاهده، متعه المتابعه، ان انتوا تتفرجوا على منتخبات قويه. وبعدين خلي بال حضراتكم في مصر وفي اي دوله حتى غير مصر، طبعا الدوله اللي منتخبها بيشارك في فعاليات المونديال اكيد بطبيعه الحال شعبها بالكامل هيؤازر وهيشجع منتخب، لكن معظم بلاد العالم اللي طبعا مش طرف باي حال من الاحوال، مش مشاركين في فعاليات المونديال، في كل دوله في الدنيا هتلاقوا الناس متقسمه، في ناس بتشجع انجلترا، وناس بتشجع ايطاليا اللي طبعا غايبه عن المونديال السنه دي، ناس مع فرنسا، ناس واكيد برضو من ضمن النقاط اللي لازم هتلاقوها بتتاخد في الحسبان فكره وجود رموز وايقونات ونجوم كره القدم العالميين مع منتخبات بلادهم. يعني الناس كلها قاعده مستنيه تشوف كريستيانو رونالدو هيعمل ايه مع البرتغال، الناس كلها قاعده مستنيه وتشوف ليونيل ميسي هيعمل ايه مع الارجنتين، كان نفسنا نشوف كريم بنزيما هيعمل ايه مع فرنسا. في غياب ملحوظ لكثير من النجوم، ولكن في حضور طاغي وقوي برضو لكثير من نجوم كره القدم العالميين اللي هيكونوا متواجدين، واللي اكيد هيولعوا الدنيا مع منتخبات بلادهم في هذه النسخه من المونديال. طيب دي بالنسبه لدرجات الحراره، اما بالنسبه بقى لحاله الطقس المتوقع خلال الايام القليله القادمه، فمعانا على التليفون الدكتوره منار غانم من الهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتوره صباح الفل على حضرتك، واهلا بيكي من جديد في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيكي. قلنا نشيك مع حضرتك يا دكتوره ليكون في اي مستجدات بعد اخر مكالمه حصلت ما بيننا، في اي توقعات مثلا استجدت فيما يتعلق بحاله الطقس المتوقعه الايام اللي جايه ان شاء الله. هو طبعا احنا اليوم وغدا مستمرين في الاستقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره ما بين 26 و25 درجه مئويه على القاهره الكبرى، يعني الاجواء ما بين الاجواء المعتاده لفتره النهار الى المائله للحراره فترات النهار على اغلب المناطق الشماليه، لكن المناطق الجنوبيه الاجواء بتكون عليها حاره، المناطق الجنوبيه طبعا زي جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار.
خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، الأجواء طبعا بتكون أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، في فرق كبير بين فترة النهار وفترة صحيح. الليل بيوصل لعشرة واثناشر درجة مئوية، فناخد بالنا جدا من فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر بسبب انخفاض درجات الحرارة. أيضا هيستمر معنا تكون الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. مع يوم الاربعاء ان شاء الله تحديدا نحس بيه اكثر من يوم الخميس، هيحصل انخفاض يكون ملحوظ في درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل، لان مع انخفاض درجات الحراره هيكون في نشاط للرياح، وكمان مع نشاط الرياح فرص الامطار هتبقى واضحه بشكل كبير جدا على المناطق الساحليه. حضرتك بتقولي الكلام ده يوم الخميس ولا الجمعه ان شاء الله؟ لا ان شاء الله من يوم الخميس. من يوم الخميس في امطار على السواحل الشماليه محافظات شمال الوجه البحري، كمان بعض المناطق من حلايب وشلاتين، مع الامطار هيكون طبعا في انخفاض في درجات الحراره، وكمان في نشاط رياح هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره. والانخفاض ده مطول معانا يا دكتوره ولا برضو لايام وترجع الدنيا تستقر بعديها؟ يعني هو انخفاض درجات الحراره ان شاء الله الخميس جمعه سبت، مع يوم الاحد تبدا ثاني درجات الحراره تعود ب يعني نقدر نقول حول المعدلات او اعلى من المعدلات درجه او درجتين، يعني احنا بنتكلم في 22 23 درجه مئويه على القاهره الكبرى، ترجع ثاني من يوم الاحد تعود ثاني ل 24 و25 درجه مئويه. طب امتى هندخل في ال 15ات وال 16ات والارقام دي؟ لا ده لسه بدري جدا، احنا لسه فصل الخريف، طبعا بدايه رسميه لفصل الشتاء 21 ديسمبر. فاحنا في شهر ديسمبر درجات الحراره بتبدا تنخفض، وخاصه المعدلات الشهريه بتبدا تنخفض، لكن بتنخفض دي ال 22 ال 23، لكن ال 15ات وال 16ات ده تقريبا بيكون في شهر واحد وشهر اثنين الانخفاض بقى والاجواء الشتويه. طبعا هو طبعا حضرتك بحكم التخصص بطبيعه الحال فانت عارفه كل الامور المتعلقه بحاله الطقس ودرجات الحراره والانخفاض والارتفاع، لكن المواطن العادي اللي زي حالاتي بقى في لبس حاصل يا دكتوره منار، تحسي وكان الفصول دخلت في بعض، وكان معظم شهور السنه اميل للحر عن البرد. احنا في الوقت ده من السنه من سنين فاتت كنا لابسين لبس شتوي صريح، ففي تغيرات الحقيقه كبيره استجدت. هي بالفعل في تغيرات مناخيه، ويمكن كمان احنا كنا متعودين زمان وكلنا متعودين على الوصف المناخي لمصر، حر جاف طيب طبعا ممطر شتاء، الوصف ده كنا متعودين عليه زمان. صحيح الوصف ده بيتغير دلوقتي، بقينا نحس بالارتفاعات الشديده بدرجات الحراره، فصل الشتاء بقى فيه بروده بدانا نحس بيها، يمكن احنا كمان العام الماضي حسينا ببروده كبيره جدا في فصل الشتاء، انخفضت درجات الحراره ووصلت ل 11 درجه مئويه على القاهره الكبرى، وطول مده التبريد او التسخين دي حاجه كمان بتخلينا نحس اكثر بالفصول. غير كمان ان الفصول الانتقاليه زي فصل الخريف فصل الربيع بياخدوا من السمات القبليه والبعديه للفصول، يعني فصل الخريف النص الاول من الخريف بياخد بعض سمات فصل الصيف، النص الثاني من الخريف بياخد بعض سمات فصل الشتاء، لكن بالفعل هي درجات الحراره خلال هذه الايام تعتبر حول المعدلات، بعض الايام بتبقى اعلى من معدلات درجه درجتين، بعض الايام بتبقى حول المعدلات، لكن بالفعل احنا بنلاحظ ارتفاعات في درجات الحراره، وده على المستوى العام، احنا كنا بنتكلم بسبب التغيرات المناخيه او من ضمن النتائج عن التغيرات المناخيه وارتفاع كبير في درجه حراره سطح الارض، ارتفاع درجه ونص للغلاف الجوي ككل. بس نقدر نقول انه بشكل عام الحمد لله رب العالمين ان برضه ما زالت الهويه الجويه انجاز التعبير في مصر الى حد بعيد زي ما هي. احنا برضو يعني عندنا في الوقت اللي العالم كله بيعاني من الصقيع والبرد القارس يجوا عندنا يشوفوا الدنيا عامله ازاي في الاقصر واسوان وحتى في شواطئ البحر الاحمر غردقه وشرم الشيخ، يعني عندنا مميزات المفروض نستغلها اكتر من كده الحقيقه دكتوره فيما يتعلق بحاله الطقس وكيفيه تسويق طقس مصر الجيد. هو مناخ مصر في العموم هو مناخ جيد جدا بالفعل، يمكن حتى تاثير التغيرات المناخيه احنا بنتكلم فيها اثرت بشكل كبير على عمق الظواهر الجويه في الفصول اللي بيحصل فيها حالات عدم استقرار او ممكن يحصل ارتفاعات كبيره في درجات الحراره. خلينا نقول ان احنا خلال هذا العام صيف 2022 سجلنا درجات حراره اقل من درجات الحراره اللي سجلتها بعض الدول الاوروبيه، فيمكن كمان التغيرات المناخيه ليها فايده على جمهوريه مصر العربيه، المناخ بقى في جمهوريه مصر العربيه احسن من بعض الدول الاوروبيه فصل. تمام. اخيرا دكتوره منار، يعني كان في البعض كاتب كده على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ان كان في زلزال في الساعات المبكره من صباح اليوم، ايه الحدوته دي؟ هو طبعا بالفعل كلنا شعرنا بالزلزال تقريبا الساعه في الليل في منتصف الليل، لكن طبعا ده كله بيبقى يعني
مالهوش دعوه بالحاله الجويه او مش مرتبط تماما بالتوزيعات الضغطيه او حاله الجو، ده كله بيبقى علاقه بالحاجات الفلكيه اكثر والتغيرات اللي بتبقى موجوده في باطن الارض. ما هو الواحد بقى مبقاش ملاحق من هنا ولا من هنا، تسمعي عن فيضان وتسمعي عن بركان وحريقه غابات وجفاف انهار وزلازل، يعني ربنا يسلم على الكوكب. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا دكتوره منار غانم من الهيئه العامه للارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب خلونا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع بعدين نكمل كلامنا، اتفضل. عودة لعشرة صحف الاهلي، اهلا بيكم مره ثانيه، وخلونا بقى ندخل في اجواء المونديال ونعرف بقى من هناك شخصيا يعني الدنيا عامله ازاي والاجواء كانت عامله ازاي، وخصوصا الاجواء اللي صاحبت حفل الافتتاح ومباراه الافتتاح بين الاكوادور وقطر. فخلونا نروح على طول على الدوحه وعبر سكايب معانا الاستاذ احمد عويس الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا استاذ احمد، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليك يا كريم، وصباح الفل على كبير النادي اعظم النادي. اهلا بيك. طيب عايزين بقى نعرف منك الاجواء كانت عامله ازاي، ويعني لو قلنا لك مشكورا تلخص لنا امبارح كان عامل ازاي في الدوحه. هو امبارح كان يوم عيد في الدوحه، اليوم اللي هم مستنيينه بقى لهم دلوقتي من 2009 13 سنه بانتظار هذا اليوم. اخيرا تم افتتاح مباريات كاس العالم في قطر بعد ما الناس كلها قالت بقى لنا عايشين في قصه انه المونديال مش هيتلعب 13 سنه. يعني عارف يا كريم، قبل انطلاق المونديال بايام كانت الناس تقول برضه مش هتتلعب، يعني الفرق بتفضل والناس بتيجي، وطبعا كلام ان اصل هتتسحب اصل هتتلغي، ولكن اخيرا امبارح تم اطلاق مونديال قطر 2022 بحفل افتتاح. انا وجهه نظري كان ليه رساله اكثر ما هو مبهر، يعني هم ما تعمدوش ابهار العالم في حفل الافتتاح قد ما قرروا يوصلوا رسالة انه احنا هنا بطولة في دولة بتدعو للتسامح والدين الاسلامي بيدعو للتسامح بالآية القرآن اللي اتقالت. فالحقيقة افتتاح رائع وليه رسالة وبيعبر عن الهوية القطرية العربية الخليجية، وفي حضور جماهيري 67,000. انا معرفش برضه 67,000 ازاي، ده الرقم اللي تم اعلانه رسميا في المدرجات طبعا، لان الساعه الرسميه للاستاد هي 60,000. ولكن خلونا نتجاوز عن ده ونقول انه الافتتاح كان مبهر، كان في طبعا بعض الصعوبات في الدخول وفي وصول الجماهير للملعب، ولكن كل ده جنب ان المونديال بدا في قطر طبعا. طيب خلينا نقف عند التفصيله دي مبدئيا لثواني، وبعد كده هسمع حضرتك بقيه كلامك. حته الابهار اللي في ناس وقفت عندها، حضرتك كلامك واضح جدا ان كان في رساله وهم جماعه في قطر اهتموا بتوصيل هذه الرساله حتى ولو على حساب الابهار، بس الحقيقه غياب الابهار بالحجم اللي كان متوقعاه ناس كتير خلتهم يقفوا عند الرقم اللي اعلن عنه، وعن ان التكلفه الاجماليه لاستضافه قطر لهذه النسخه من المونديال تجاوزت 220 مليار دولار. فناس كتير كانت مستنيه ان تشوف ان الاستاد نفسه هيطير وحاجات مش متوقعه هتحصل وكائنات فضائيه هتنزل، من منطلق ان دوله ثريه وهي اللي تصدت لتنظيم الفعاليات، فاكيد هيكون في ابهار. الى اي درجه الموضوع ده كان مرضي او غير مرضي عند السواد الاعظم من الناس اللي كانوا حاضرين؟ لا، اللي كانوا حاضرين الافتتاح كان مرضي جدا ليهم، ولكن فعلا يا كريم الناس كانت مستنيه، لانه كمان لو تفتكر حفل افتتاح البطوله العربيه اللي كانت تحت اشراف الفيفا اللي اتعمل هنا في نفس التوقيت السنه اللي فاتت كان مبهر بصوره كبيره جدا. صحيح، يعني كان فيه ابهار وكان فيه حاجات هولوجرام كتير جدا فقلنا هنشوف ده مضروب في 20 ضعف بقى في الافتتاح بتاع المونديال. بالظبط، فطبعا هم اهتموا جدا بالرساله، حتى اختيار الممثل علي مورجان فريمان للوجود في الحفل الافتتاح هو اختيار ليه رساله طبعا، لان انت عارف ان مورجان فريمان عامل المسلسل اللي هو ذا جاد اللي هو بيتكلم عن حاجات كتير ليها علاقه بالايمان وكده، فهو هم قرروا يشتغلوا على الرساله اكتر ما يشتغلوا على الابهار. خلينا نقول انه رقم ال 220 مليار اللي اتقال هم القطريين نفسهم بيقولوا انه مش صحيح، ولكن انت لما تبص على البلد يا قطر اتهدت واتبنت من اول وجديد. ما يعني عشان كده قالوا دي تكلفه مش بس للفعاليات، دي كمان تخص البنيه التحتيه في الاماره، يعني كده بناء 8 ملاعب، 8 ملاعب يعني مبهرين جدا،
شفنا امبارح ملعب البيت مبني طبعا على هيئه خيمه، في ملعب احمد بن علي، ملعب المدينه التعليميه، استاد خليفه، الوكره 7974، السمامه، 8 ملاعب على اعلى مستوى ممكن تشوفه في العالم. فده تكلفه بناء الحاجات دي، وهم طبعا بالنسبه لهم كان ممكن يدفعوا اكتر عشان يعملوا بيئه للبلد. دلوقتي مفيش حد في العالم يا كريم ما يعرفش قطر. طبعا انت العالم كله دلوقتي وصل لقطر، 2 مليار طبعا مواطن طبعا حول العالم طبعا تابعوا، 2 مليار و200 مليون تقريبا تابعوا نهائي كاس العالم في روسيا. فلما يوصل العدد ل 2 مليار بيشوفوا نهائي كاس العالم او افتتاح كاس العالم في قطر، فده بالنسبه لهم طبعا رقم بيصرفوه على بي ار البلد، لان هم مستنيين بعد كده. هم صحيح ما بيبطلوش تنظيم بطولات في خطتهم، ان هم عايزين ينظموا اولمبياد 2032، عندهم كاس اسيا السنه اللي جايه، عندهم الاسيان اللي هي دوره الالعاب الاسيويه 2026. فالحقيقه بالنسبه لهم الرقم هم بنيه تحتيه اكتر منه كاس عالم. طيب خش بينا بقى على ماتشات النهارده يا استاذ احمد. النهارده في ثلاث ماتشات اهمهم من وجهه نظري لينا كمصريين، هو في ويلز وانجلترا الاول، وبعد كده في بقى الماتش المهم جدا السنغال وهولندا. السنغال وهولندا مفاجاه الاكوادور امبارح قلبت الموازين، الناس كلها كانت متوقعه ان قطر هتكسب، ولكن الاكوادور قدم مباراه رائعه، واعتقد انه ممكن الاكوادور والسنغال يعملوا مفاجاه ويضايقوا هولندا شويه في المجموعه. ده هيبان النهارده طبعا في المباريات اللي هتتلعب. بدا المونديال، بدات الجماهير تتوافد الحقيقه من سواء المقيمين في دبي او اللي جايين من بلادهم، لانه في مجموعه كبيره جدا من الجمهور قعد في دبي عشان سهوله 40 دقيقه تقريبا بالطيران، فهم هيقعدوا يجوا يحضروا على الماتشات النهارده. وبدا بقى لانه بكره في الارجنتين والسعوديه، بعده المغرب وكرواتيا والبرازيل وصربيا، يعني بدانا بقى في اجواء المونديال. خلينا نقول مستوى المنتخب القطري امبارح كان مخيب جدا جدا لجماهيره ولكل الناس اللي موجوده في قطر، لان المنتخب ده بقى له 6 سنين يا كريم بيتم اعداده ولعب بطولات كتير، لعب خد هو بطل اسيا، حامل لقب كاس امم اسيا، ولعب في بطوله امريكا الشماليه، ولعب بطوله امريكا الجنوبيه، لعب كل البطولات طبعا، يعني اللي كان فاضل ان هو يشارك فيه كاس الامم الافريقيه بس. فالحقيقه تم اعداده بشكل مبهر، ودفع فيه فلوس كتير قوي في اعداده، ولكن الحقيقه امبارح المستوى تقريبا، يعني انا شفت، يعني من النادر ان انت تشوف جماهير خليجيه في مباراه الدول الخليج الا في السعوديه، في السعوديه بس الجمهور السعودي بيحضر كتير، ولكن في مباريات الدول الخليج بتبقى الجماهير قليله شويه. امبارح كانت قطريه موجوده بكثافه جدا، تقريبا ملعب بالكامل طبعا كان قطريين باستثناء ال 5000 اكوادوري اللي جم. تقريبا في الدقيقه 60 الملعب كان فاضي تماما وما كانش فيه حد. اللطيف كمان ان الجمهور القطري امبارح كان في مجموعه كده موجوده في زي ما بيقولوا في الثالثه شمال، كانوا بيغنوا اغاني على طريق جمهور الاهلي، وده كان شيء مبهر بالنسبه لي الحقيقه. يعني في اغاني الجمهور الاهلي ليها تيمات معينه، حولوها بنفس التيمات وبقوا يغنوها لجمهور للمنتخب العنابي او المنتخب القطري. جميل ان النادي الاهلي ملهم على كل الاصعده الحقيقه. طيب حقيقي والله، يعني انا حاولت اصورها بس الصوت طلع مش كويس، كنت هبعتها لكم، احاول في المباراه اللي جايه لو قالوها تاني ابقى قريب منهم واصورها لكم عشان نعرضها. يا ريت ونعرضها عندنا في 10 الصبح في الاهلي. طبعا انا عايز اسالك على ابرز اللقطات اللي انت شخصيا كنت مبسوط قوي وانت بتتابعها كده ومبتسم وراضي. في حفل الافتتاح؟ سواء في حفل الافتتاح، في ماتش الافتتاح، ما قبل الافتتاح. ال 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 عارف انت طول الوقت كاس العالم بالنسبه لي بيبقى كانه اجتماع للامم المتحده. وجود جنسيات كتير، وجود ناس كتير، التسامح اللي موجود، الناس داخله وخارجه. انت عارف لما قطعه الجلد المدور دي اللي بتلم كل الناس دي طبعا، الناس جايه انت عارف كده، الناس جايه بسفر كتير قوي، ناس حابه الموضوع. حاجات تفرح الحقيقه. ال 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 الحفل الافتتاح والتسامح واللي حصل فيه، ظهور العديد من الشخصيات المهمه في حفل الافتتاح، عرفهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاجات كتير قوي في الافتتاح تحسسك انه
لا في كاس عالم جاي. هقول لك اقول لك انا يا احمد، اقول لك انا عن نفسي ايه اللقطات اللي وقفت عندها شويه حلوين حتى من قبل انطلاق الفعاليات. يعني شفت فيديو لاحد المشجعين بس ما كانش واضح من اي دوله اوروبيه، المهم كان بيصور نفسه فيديو وراه في مسجد وكان وقت اذان الفجر، والراجل كان بيصور الفيديو ده وفي استحسان كبير جدا باين على وجهه وفي سكينه باينه على ملامحه، والفيديو كله كان فيديو استحسان. دي واحده. اللقطه الثانيه برضو مجموعه من المشجعين واقفين قدام احدى الجداريات، بس كانت الصوره متصوره من بعيد شويه فمش قادر اميز هل ده كان حديث نبوي ولا ايه قرانيه ومترجمه، وكانوا قاعدين بيقروها. كانت برضو من الحاجات اللطيفه جدا. امبارح احد رجال الشرطه القطريه كان بيساعد واحد من مشجعي الاكوادور في انه يلبس العلم بتاع بلده على راسه ويحطه عليه كانه عقال، فكانت برضو لفته لطيفه جدا. وفكره ان انت هويتك بقى العربيه والاسلاميه والخليجيه، يعني اللي حاصل ده جميل على الصعيد ده على الاقل. وعلى فكره كريم ده ظهر تماما في حفل الافتتاح، فرض الهويه العربيه. انا قلت الكلام ده في البدايه، فرض الهويه العربيه الاسلاميه على حفل الافتتاح. احنا صحراء وبنقول لكم ان احنا صحراء، وبنقول لكم ان احنا عايشين في الصحراء وان احنا بدو وان ده مجتمعنا ودي تقاليدنا، ويا جماعه احنا بنقول لكم ده، وبنقول لكم ان احنا عايشين على التسامح وان ديننا بيدعو للتسامح. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طبعا الموضوع ده، دي الرساله اللي حب حفل افتتاح يقولها، وده اللي انت شفته بقى في اللقطات دي يا كريم، ظهور المسجد، ظهور الناس جنب مع صوت الاذان، الحاجات دي فكره التسامح. انتوا تعالوا عندنا وعيشوا اجواء المونديال بس بتقاليدنا واعرافنا، وده الحقيقه واضح. والحقيقه كان في اصرار قطري على تفصيله احترام عاداتنا وثقافتنا وتقاليدنا وديننا، برغم ان هم كانوا عاملين ده هم عارفين كويس قوي من نقطه البدايه ان هم هيكونوا بصدد هجمات قد تكون شرسه في بعض الاحيان، وقد كان، لكنهم الحقيقه اداروا الملف ده بمنتهى الاقتدار. اداروه بمنتهى الاقتدار، والتوقيتات الزمنيه اللي صدرت فيها القرارات الحقيقه يعني مبهرة، لأنه هم استنوا لحد قبل انطلاق البطولة تقريبا ب 48 ساعة، والفيفا أصدر كل قراراته. وجاني انفنتينو كان واضح وصريح في تصريحاته اللي عملها قبل المونديال بيوم، احنا هنا هنحترم كل ما يقوله الشعب القطري أو هويته أو دينه أو تقاليده. حقيقة لا، يعني لازم نشكر اللجنة المنظمة والناس هنا في قطر على فكرة ان هم فرضوا ايقاعهم على البطولة، يعني فرضوا كل اللي هم عايزينه على البطولة. صحيح. ونتمنى طبعا البطولة تنجح، لانه هي البطولة بدأت امبارح رسميا بالافتتاح، وهتبدأ بقى النهاردة وجود ثلاث مباريات، والنهاردة ومن بكرة في اربع مباريات كل يوم. ده معناه ان 160 الف متفرج بيتحركوا مع بعض في البلد. ده بقى اللي هيبين مدى نجاح قطر في تنظيم البطوله. يا رب ان شاء الله النهارده المباراه تعدي على خير، ونبدا بقى نتابع مع بعض من بكره الصبح باذن الله تفاصيل بقى. النهارده ثلاث مباريات، بكره بكره في مباراه مهمه جدا، الارجنتين والسعوديه، وان شاء الله بكره احنا لازم نكلمك بكره كمان ان شاء الله، نعيش لو كان لنا عمر ونعرف منك بقى تفاصيل يوم الغد. لكن برضو عايز اروح معاك لتفصيله كده ليها علاقه، يعني نادرا ما بيحصل انفصال ما بين السياسة والرياضة في مناسبات كروية زي اللي احنا فيها دي. يعني شفنا برضو مجموعة لقطات الحقيقة كانت جميلة جدا، شفنا من خلالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سمو الأمير أمير دولة قطر والرئيس التركي، يعني برضو كانت السياسة حاضرة بشكل أو بآخر الحقيقة. الرياضة بتجمع الشعوب يا كريم، وفكره وجود الرياضه انت موجود في مكان رياضي بيبقى فيه الموضوع بيبقى فيه سلاسه. ففكره القمه المصريه القطريه التركيه اللي تم عقدها امبارح على هامش اللقاء الافتتاح، هي قمه هتبقى مهمه جدا للي جاي. ما فيش تفاصيل اتقالت، ولكن اعتقد انه دي خطوه قد تكون مؤثره جدا في مستقبل السياسه في الوطن العربي. ده حقيقه، يعني اللقطات دي اسعدت ناس كتير جدا في العالم العربي كله على فكره، مش في دوله بعينها ومش في مصر بس او في قطر بس او كذا، لا اسعدتنا كلنا. وعلى فكره كان فيها تجسيد للمعاني والقيم اللي اخواتنا في قطر حبوا يرسخوها في حفل الافتتاح. فكره
التسامح وفكره لتعارف وافكار لطيفه كتيره كلها بتصب في خدمتنا او في خدمه صورتنا كعالم عربي. اكيد التقارب بين الشعوب طول الوقت طبعًا. بيفرح طبعا، يعني محدش مبسوط باي انعزال بين او اي فرقه بين الاخوه العرب. صحيح، اعتقد ان اي تقارب بينهم بيبقى مهم جدا لينا كشعوب حتى. صحيح، ونتمنى انه الموضوع يكمل وتبقى حاجه مهمه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا استاذ احمد عويس، وبتمنى لك اقامه طيبه ومشاهده ممتعه لكل الفعاليات ان شاء الله. بكره بقى معاكم من ملعب مباراه السعوديه، لازم ان شاء الله. بكره ماتش مهم جدا، واكيد كل قلوبنا مع اخواتنا في المملكه العربيه السعوديه في التحدي اللي هياخدوه بكره باذن الله. بشكر الاستاذ احمد عويس الناقد الرياضي جزيل الشكر على وجوده معانا، كان معانا عبر سكايب من الدوحه. طيب تعالوا بقى نروح لملف مختلف حبتين، نروح لمنتخب مصر لسلاح السيف شباب اللي توج بالميداليه الذهبيه في بطوله كاس العالم لسلاح السيف تحت سن 20 سنة المقامة في دولة تونس الشقيقة واللي انتهت بالأمس. حصل منتخبنا الوطني على الميدالية الذهبية بعد الفوز على منتخب أوزبكستان المصنف الأول عالميا، وده إنجاز مش هين يا حضرات، بعد مباراة قوية جدا انتهت بنتيجة 45-44، وده يوريكم كان في ندية وصل لدرجة إيه. كمان توج أحمد هشام بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي، وأيضا حصل أدهم معتز على المركز الثامن، وجاء زياد نوفل في المركز التاسع، وإياد معروف في المركز ال18. مبروك لأولاد مصر، وإن شاء الله المزيد من النجاحات في الفترة اللي جاية بإذن الرحمن. وعلى ذكر مصر يا حضرات، مصر بتواصل استضافتها لفعاليات وأنشطة رياضية مختلفة ومتعددة. مؤخرا أقيم نهائي بطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات بمشاركة 150 سيارة من 6 دول، وسط حضور جماهيري بلغ 3000 مشجع على مدار يومين في القاهرة. نظم السباق فريق ريفت أب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وأيضا نادي السيارات، وكمان شارك في السباق عدد من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم من خلال دمجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة. ده طبعا ضمن خطة لنشر رياضة السيارات على نطاق كبير من خلال يعني إقامة مجموعة من الفعاليات والسباقات المتنوعة ضمن طبعا أجندة الفعاليات الرياضية اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام. كلها أخبار حلوة الحمد لله. تخلينا نطلع فاصل وإحنا مطمئنين ونرجع بعديها عشان نكمل كلامنا. اتفضل. يا اهلا بكم في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، والحقيقه عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه، معظمه بطبيعه الحال بيدور حول فكره حفل الافتتاح وفكره تنظيم قطر للمونديال اساسا، ناهيكم طبعا عن مباراه الافتتاح اللي اكيد هنحب نعرف كتير جدا من تفاصيلها. فيما يتعلق بحفل الافتتاح بصفه خاصه، اكيد والله وحتى المباراه الاولى، يعني اكيد كل واحد فينا عنده انطباع، واحنا بنتعرض لانطباعات بعض وبنشوفها وبنتعرف عليها فيس تو فيس او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الى اخره، ولكن لما يكون الانطباع من شخص متخصص اكيد الكلام بيبقى غير. فده اللي عايزين نعرفه النهارده في فقرتنا الاولى اللي منورنا فيها الناقد الرياضي والصحفي الاستاذ علي البحيري. يا صباح الخيرات. صباح الفل، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، كله تمام الحمد لله. عايزين بقى نفصص معاك يا استاذ علي بعد اذنك كل حاجه متعلقه برؤيتك لحفل الافتتاح ومباراه الافتتاح، ده بدايه كلام قبل ما ندخل بقى معاك في المجموعات وتوقعاتك الى اخره. فكيف رايت حفل الافتتاح مبدئيا؟ في البدايه طبعا النسخه 22 من كاس العالم قطر 2022 اول مره تنظم كاس العالم في دوله عربيه. قطر طبعا يعني الافتتاح امبارح انا شايفه كان بسيط وفي نفس الوقت رائع، كان فيه معاني كتير جدا وكان فيه رسائل كتيره جدا للعالم كله. حفل كان بسيط، يمكن هو اللي خلاه بسيط في عينينا هو توقعات اغلبنا فيما يتعلق بعنصر الابهار ومدى حضوره في الافتتاح. بالظبط، ده يمكن زي ما حضرتك قلت فعلا، لكن انا رايت ان الحفل كان بسيط جدا لكن كان في نفس الوقت رائع وفي معاني ورسائل انسانيه كتيره جدا طبعاً. ومخاطبه العالم كله، مخاطبه الغرب طبعاً. يمكن اللقطه بتاعت مورجان فريمان والطفل الغاني بتاع ذوي الهمم وقراءة القرآن طبعا في بداية الحفل كانت لقطة عظيمة جدا وغير مسبوقة. طبعا غير غير مسبوقة، وكانت فكرة احترافية جدا انا شايفها، كانت وجهة نظري كانت جميلة جدا. استعراض تميمة النسخ السابقة ال 21 نسخة السابقة في كأس العالم مع أغنية كل نسخة كانت حاجة رائعة جدا. صحيح. رجعتنا للزمن ورا ورجعتنا لأول نسخة كأس العالم. طبعا كانت جميلة جدا. فأنا شايف إن حفل الافتتاح كان بسيط لكنه كان مذهل، أنا شايفه كان مذهل وكان فيه رسائل كتيرة جدا ومعاني حلوة جدا،
وكان شكله كان قدام الناس او قدام العالم كده لطيف. الوسائل الاعلام طبعا كلها حظيت باهتمام طبعا وقالت كلام كتير جدا عن حفل افتتاح، لكن انا شايفه كان حفل رائع وبسيط في نفس الوقت. طيب انطباعاتك بقى كناقد وكصحفي رياضي متخصص، ايه التعليقات اللي تعرضت لها من الناس اللي حواليك؟ قالوا لك ايه؟ يعني حسيت ان الانطباع العام اللي عند الناس حتى الناس العاديه كان عامل ازاي؟ في ناس كتير كانت بتقول ان قطر كانت بتبرز هويتها او الهويه العربيه. يمكن زي ما حضرتك عارف ان قطر في كاس العالم ده عملت اكتر من حاجه كلها بتخاطب الغرب بالهويه العربيه. طبعا الحاجات الاسلاميه اللي موجوده في الشوارع وعلى الحيطه وعلى والايات القرانيه بالظبط كده، والشنطه بالظبط برضه ذكيه جدا بالظبط مترجمه انجلش طبعا عشان الغرب. كمان الشنطه اللي اتوزعت على الكل اللي موجود في الاستاد اللي فيها برضه حاجات من الاثار العربيه وحاجات برضه هدايا تذكاريه جميله وقيمه فيها شعار البطوله وتمامه البطوله. فانا شايف ان ومسك وحاجات حاجات انا بقول لحضرتك تبرز الهويه العربيه وفي نفس الوقت مخاطبه العالم. فانا شايف ان الحفل افتتاح كان يعني بسيط وفي نفس الوقت رائع ووصل رساله انسانيه جميله جدا. حلو، ده حفل الافتتاح. ده حفل. طيب بالنسبه بقى لماتش الافتتاح كيف رايت هذا اللقاء؟ ده ممكن ننتقد فيه بقى، لان ما توقعتش خالص ان قطر في حفل الافتتاح بعد طبعا التنظيم ده كله والاستعداد ده كله والمنتخب اللي بيعد بقاله 10 او 12 سنه، اعتقد كنت منتظر رده فعل من منتخب قطر اقوى من كده. حلو، تعالى بقى نقف شويه عند الحته دي، لان في ناس كتير قوي قالت لك يعني قطر قادره وقد كان قدرت تعمل ده بالفعل، قادره على حسن الاعداد والتجهيز والتنظيم الى اخره. فكان من باب اولى ان احنا نشوف ده كله منعكس في اداء المنتخب القطري، خصوصا في يعني مباراه الافتتاح، وخصوصا في وجود هذا كم من الالاف اللي موجودين بيشجعوا المنتخب القطري في المدرجات. دي حقيقه، يمكن حضور امبارح 67,000 متفرج و300 كمان، يعني اعتقد كان ده يعني عامل لاي لاعب في كره القدم انه ينزل يعني يبذل طبعا يعمل كل حاجه. يعني احنا كمنتخب مصر لما بنشوف جمهور في الاستاد او حتى كان النادي الاهلي نادي الزمالك اي نادي بتشوف الجمهور في الاستاد بتنزل تدي افضل ما عندك. فانا اعتقد ان امبارح عامل الجمهور ما ساعدش قطر، كان ضغط على قطر. يمكن امبارح تصريحات اللعيبه بعد الماتش، يمكن اكرم عفيف او المعز علي او حتى قائد منتخب قطر، يمكن كل الناس قالت ان احنا ارتبكنا، كان في شويه هزه شويه في التعب. برضو قطر بتشارك لاول مره في تاريخها في كاس العالم. دي اول مباراه لمنتخب قطر في كاس العالم، فاعتقد برضو دي اثرت شويه ليها رهبتها برضو. طبعا اكيد ليها رهبتها قدام الجمهور ده كله ورؤساء الدول ورئيس الفيفا وكل ده، برضو ادى برضو بعض الرهبه شويه للعيبه اللي هي برضو ما عندهاش الخبره انها تلعب في كاس العالم. طب في رايك الى اي درجه ممكن يلحقوا بسرعه يستفيقوا من صدمه الخساره في اللقاء الاول وان كانت مهمتهم مش سهله برضو؟ ما هو يعني للاسف ترتيب مباريات قطر للاسف زي ما حضرتك قلت، هم قالوا امبارح في التصريح انهم هيقعدوا في الماتشات الجايه، لكن انا شايف صعب جدا يعني، لان اعتقد ان مباراه السنغال وهولندا هتبقى اصعب من مباراه الاكوادور. طبعا بالذات بعد ما الاكوادور كسبت الافتتاح، هولندا يعني مطالب منها الثلاث ماتشات، السنغال مطالب منها الثلاث ماتشات، فاعتقد ان الامور بقت صعبه جدا على قطر. ما اعتقدش ان هي تقدر تتاهل للاسف للدور الثاني، كنا نتمنى طبعا كل الفرق العربيه تتاهل للدور الثاني، وقطر كانت تعمل مباراه كبيره في الافتتاح، لكن للاسف حتى مش بس النتيجه، مش بس اثنين او ثلاثه، المشكله كمان كانت في الاداء. طبعا اداء اللعيبه، انا الشوط الاول بصفه خاصه كان يعني ما كانش فيه حضور ملحوظ للأسف قوي، للاسف هجمات قطر حتى على مدار الشوطين ما كانتش مش ده منتخب قطر، او مش دي رده فعل بلد مستضيف. حضرتك لو عارف اكيد عارف ان معلومه ان دي اول مره في تاريخ كاس العالم البلد المستضيف تخسر في الافتتاح، اول مره في 22 نسخه. فطبعا دي حاجه كانت مفاجاه كبيره جدا وكانت صدمه طبعا للشعب القطري امبارح والجماهير بعد الماتش. فكرك انهي منتخب من المنتخبات العربيه ممكن يبقى حظه اعلى نسبيا في فرصه وصوله للادوار الثانيه؟ يمكن تونس محظوظه شويه، يعني دايما في البطولات دايما تونس بيبقى عندها حظ كبير جدا في البطولات. يمكن هي مش هقول ان هي مستواها اقوى فريق عربي، لكن هي ممكن تكون محظوظه شويه. لكن المنتخب اللي انا ممكن اقول ان انا شايف ان شاء الله ممكن يعمل حاجه في كاس العالم او يعني يوصل الدور الثاني وممكن يبقى اداء كويس، المغرب. منتخب المغرب منتخب قوي جدا بس برضه مجموعته مش سهله. اكيد طبعا مجموعته مش سهله، بس هو منتخب كويس، يعني هيأدي على الاقل، هنشوف كوره منه وممكن يعمل مفاجاه، ممكن يتأهل. طب على ذكر ان انت تشوف كوره منه، احنا بنشوف كوره حلوه في السعوديه، فرق ومنتخب يعني الحقيقه، فبرضه الى اي درجه ممكن نلاقي منتخب السعوديه بيتصعد؟
منتخب السعوديه برضو منتخب كويس، منتخب عربي برضو نتائجه كويسه. بكره عندهم البدايه بيعرف بيها الرابطه. طبعا قدام يعني. قدام منتخب الارجنتين يعني صعب حاجه جدا. صعبه قدام أوي. المنتخب من المرشحين للفوز باللقب فالموضوع صعب جدا أوي. يمكن السعوديه كمان حظها ان اول مباراه لعبتها في كاس العالم كانت مباراه الافتتاح خسرت من روسيا 5 كانت طبعا صدمه كبيره جدا. النهارده هتبتدي برضو كاس العالم بمواجهه الارجنتين الفرق المرشحه لللقب، فانا شايف ان الموضوع صعب جدا. لكن هو معاه مدرب طبعا قوي هيرفي رينار، طبعا مدرب من المدربين المخضرمين في الشرق الاوسط وفي العالم، فاعتقد ان هم يعني عندهم برضو فرصه ان هم يقدروا يقدموا حاجه. لكن المباراه طبعا صعبه جدا قدام الارجنتين. طيب تعالى بقى ادخل بينا بقى على ماتشات النهارده، والنهارده في 3 ماتشات حلوين او تقدر تقول ماتشين حلوين وماتش نار. دي حقيقه. مش كده برضه؟ هنبدا بانجلترا وايران طبعا الساعه 3 طبعا دي مباراه قويه جدا طبعا مع ايران طبعا بالمدير الفني كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر. اعتقد ان هو لعب في كاس العالم كذا مره ومدرب برضو قوي عارف ازاي يدير لعيبته وصعد مع ايران لكاس العالم قبل كده ومسك كاس مسك ايران قبل كاس إيران العالم. ايران عندها كوره حلوه. ايران حلو. ايران في كره القدم مش وحشه ومع كيروش هتبقى كويسه. انا شايف ان هو بيعرف يوظف اللعيبه بيعرف يطلع افضل ما عند اللعيبه. بس فكرك هيوظفهم دفاعيا كما عهدناه ولا مش دي حقيقه. انا اعتقد ان هو فعلا هيلعب بنفس الطريقه الدفاعيه اللي بيلعب فيها وممكن يتاهل للدور الثاني بسبب الطريقه دي. فانا ممكن يعني الطريقه دي عجيبه جدا وعملت شغل مع منتخبات كتير وعلى فكره بما فيها منتخب مصر في وقت من الاوقات يعني في مشاركه سابقه لمصر في كاس عالم. الدفاع المستميت ده لوحده كان يعني محير للمنافسين. احنا وصلنا بالدفاع المستميت يعني نهائي افريقيا يعني سايبين الكوره وقاعدين بيبصوا لبعض هو في كده في الدفاع. احنا وصلنا بالدفاع المستميت نهائي افريقيا، وصلنا بالدفاع المستميت المباراه الفاصله في كاس العالم. احنا مش بيعلمونا واحنا صغيرين ان خير وسيله للدفاع هي الهجوم. لا طبعا الكره الجميله والاندفاع الهجومي والخطط الهجوميه دي طبعا حاجه جميله جدا في كره قدم. لكن دلوقتي في مدربين هم ده ستايلهم هو ده معروفين يعني. طب ماتش ايران حاسه هينتهي ازاي؟ لا ماتش مش هيبقى سهل على انجلترا لان انا بقول لحضرتك كيروش بيعرف ازاي يدير المباريات دي. لكن طبعا انجلترا منتخب كبير جدا طبعا. منتخب مرشح لللقب، منتخب قوي جدا يضم افضل العناصر. يمكن هو اقوى منتخب من حيث القيمه التسويقيه او اكبر منتخب من حيث القيمه التسويقيه للاعبين في كاس العالم. فمنتخب قوي جدا، المباراه مش هتبقى سهله طبعا قدام ايران، لكن اتوقع ان ممكن ايران ان ممكن انجلترا تكسب. وممكن يبقى فيه مفاجأة. ممكن يبقى فيه مفاجأة بس أنا أتوقع إن إنجلترا هتتخطى. يعني المنطق يقول إن كفة إنجلترا بطبيعة الحال هي الأرجح. أنا بقول لحضرتك لا إنجلترا يعني في كأس العالم وكمان المباراة اللي فاتت قبل كأس العالم لا إنجلترا أقوى. لكن كروش طبعًا هيعمل مباراة صعبة أكيد أكيد. المباراة تبع التانية الساعة 6 طبعًا مباراة السنغال وهولندا هتبقى من أقوى مباريات في كأس العالم طبعًا. مباراة قوية جدًا طبعًا. هتبقى يعني افتتاحية جميلة جدًا لليوم الثاني في كأس العالم. هل الطواحين الهولندية بنفس قوتهم ودسمهم المعتاد والمعهود؟ يعني ولا الجيل ده مش زي اللي قبليه؟ لا بالعكس، جيل هولندا الموجود دلوقتي من أقوى أجيال منتخب هولندا. وأعتقد إن هولندا دايمًا مش محظوظة في كأس العالم، خسرت 3 نهائيات قبل كده. لكن أنا شايف إن هولندا المرة دي عندها حظوظ، عندها فريق كويس، عندها مدرب فني طبعا مع مدير فني طبعا لويس فان جال طبعا مدرب مخضرم. عندهم عناصر قويه جدا في افضل الانديه وكمان عناصر بتلعب كره قدم كويسه جدا وهم عندهم حلم وعندهم هدف. فانا اعتقد ان الماتش هيبقى جدا صعب على السنغال. طبعا السنغال عندها مشاكل طبعا غياب ساديو ماني ضربه، لكن انعكاسات غيابه ضربه قويه جدا. يمكن امبارح امبارح المؤتمر المؤتمر الصحفي اللي طبعا لأليو سيسي المدير الفني وقائد منتخب السنغال يمكن اتكلموا كتير عن ساديو ماني وغيابه ازاي مؤثر. احنا بنلعب كمنتخب واحد عايزين نعمل حاجه لبلدنا ولساديو ماني نهديها له. لكن انا شايف ان السنغال تلعب ماتش كويس لانه منتخب كويس جدا، منتخب قوي بطل افريقيا اتأهل لكاس العالم على حسابنا. قوة برضو لا طبعا القوة واللعيبة بتلعب في افضل الاندية في اوروبا محترفين كلهم اقوياء جدا. لكن هولندا منتخب قوي قوي وشرس. يعني انا شايف ان المباراة هتبقى صعبة جدا على السنغال مع ساديو ماني مع غيابه هتبقى صعبة جدا. في المجموعات المختلفة هل بيبقى وارد ان يبقى في حسابات معينة للمدير الفني يعني يطلب من لعيبته ان هم يأدوا بأداء معين او حتى يطلعوا بنتيجة معينة في اول ماتش ليهم لان هو في دماغه حسبة تانية، ولا بيبقى ده احنا في كاس عالم فننزل ناكل اللي قصادنا ايا كان مين هو؟ لا في حسابات طبعا، في مديري فنيين هم ليهم هدف او ليهم خطه او ليهم حتى استراتيجيه بيطبقوها في كاس العالم. خلي بال حضرتك
اهم حاجه في كاس العالم ترتيب مبارياتك. لو ترتيب مباراتك كويس او مناسب ليك انت بتعمل خطه على كل مباراه، لكن لو ترتيب مباراتك صعب انت بتبقى مش عارف تعمل ايه. يعني انا بقول لحضرتك ترتيب مباريات قطر صعب جدا. يعني هو بدا بالاكوادور وخسر، هيبقى كده السنغال او هولندا، يعني مباراه صعبه جدا طبعا. فانا شايف ان فرصه بقت صعبه، عشان كده ترتيب مباريات هو ده المهم جدا. فيعني لازم اول، طبعا اول مباراه طبعا لاي منتخب في العالم في كاس العالم لازم تكون في رده فعل قويه، لازم يعني تقول لجماهيرك او حتى للعالم انا اهو انا موجود طبعا. انا مرشح حتى انا هلعب كوره، ده بيزود لك ثقتك في نفسك. وبعدين كاس العالم دلوقتي ما بقاش، او كره القدم دلوقتي في العالم ما بقتش حاجه اسمها بتعترف بالتاريخ او بالاسماء. كره القدم هي كره قدم، انت بتنزل انت عندك حماس عندك اراده عندك رغبه، اللعيبه عارفه هتعمل ايه في الملعب، هتعمل نتيجه قدام منتخب كويس. ده اللي احنا بنشوفه، وفي مفاجات طبعا كاس العالم، كاس العالم ده فيه مفاجات كتيره جدا وهنشوف كره جميله. طيب الماتش الثالث النهارده طبعا امريكا ويلز الساعه 9 طبعا، دي هتبقى ختام مباراه النهارده. في حاجه نقول ان فرص متكافئه الى حد كبير بين اعتقد يعني امريكا غايبه عن كاس العالم بقى لها اكتر من 46 سنه، ما عندهاش برضو الخبره العالميه قوي. يمكن ويلز طبعا متمرسه طبعا في اليورو وكاس العالم، فاعتقد عندهم نجوم. فمنتخب ويلز شايفه ان هو اقرب في المباراه بالنسبه كمان لغياب يعني غياب امريكا عن كاس العالم اكتر من 46 سنه. بس يعني الغياب لمده زمنيه طويله بالشكل ده مش ده غريب على دوله زي امريكا عندها قدره على تصنيع اجيال محترفه في رياضات مختلفه؟ يمكن امريكا كره القدم عندها مش هي الاساس. يمكن حضرتك عارف ان كره القدم، كره القدم اللي هي الباسكت بول الرجبي والان بي اي، الان بي اي كره السله الامريكيه دي بس في رياضات ثانيه. يعني حتى في العاب القوه تلاقي امريكا حاضره، في السباحه تلاقي امريكا حاضره بقوه، في الجمباز الارضي تلاقي امريكا حاضره بقوه رجال وسيدات. يعني اشمعنى كوره بعافيه عندهم بقالهم سنين؟ الكوره كره القدم وكره اليد يعني حتى كره اليد منتخب امريكا لسه متكون من كام سنه، يعني برضو نتائجه مش قويه، يمكن شارك في بطوله العالم قبل كده لكن مش يعني مش حاسس ان دي حاجه غريبه على دوله زي ما انا بقول لحضرتك. هم مهتمين بالعاب معينه، في دول كده بيبقى ليها اهداف معينه او ليها العاب معينه او رياضات معينه هم بيتفوقوا فيها او بيهتموا بيها، زي امريكا عندها الرجبي وعندها البيسبول وعندها كمان توجه التجنيس في بعض الاحيان عشان يبقى وعندهم فكره سكولرشيبس للمتفوقين رياضيا في الدراسات الجامعيه. يعني فكره صناعه بطل في رياضه ما حاضره بقوه عندهم، وعندهم معظم المطلوب لتحقيق الهدف. ده كلام حضرتك صح، يمكن سكولرشيبس والمنح والحاجات دي كلها بتحصل في دوري الجامعات الامريكي كره طبعًا السله طبعًا. انا بشوف لاقي مصريين كتير جدا بيلعبوا في دوري الجامعات الامريكي كره السله صحيح. وده بيفيدهم وبيفيد كمان طبعًا دوري الجامعات، وبنشوف فيه بيطلع منهم بيدوروا بشمع على اي حد موهوب في اي حاجه عشان ينموا الموهبه دي ويستفيدوا منها. دي حقيقه، لكن في كره القدم هم مش اقوياء او ما عندهمش تاريخ في كره القدم قوي يعني، ونفس الكلام في كره اليد. فعشان كده بقول لحضرتك هم غايبين عن كاس العالم 46 سنه، اتاهلوا لكاس العالم، لكن انا شايف ان يعني ظهورهم في كاس العالم ده هيبقى ظهور يعني عادي، مش هقول اللي هو قوي ولا اداء قوي، لكن هو هيبقى ظهور عادي. انا شايف ان ويلز هتكسبهم عادي جدا يعني. طيب جميل، طيب هستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل الكلام. اتفضل. يا اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا حول المونديال وفعاليات ومجموعات ومنتخبات، ومع الاستاذ علي البحيري الصحفي والناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. بجدد الترحيب بحضرتك مره ثانيه يا استاذ علي. اهلا بحضرتك. طيب احنا يعني اتكلمنا مبدئيا كده عن المنتخبات العربيه، واتكلمنا عن ماتش الافتتاح، واتكلمنا عن الماتشات النهارده. انا عايز اكلمك بقى شويه بشكل عام عن توقعاتك للمربع الذهبي في النسخه دي من المونديال، هيحمل اسماء اي انهي اربع منتخبات؟ انا اتوقع البرازيل بالترتيب كده، البرازيل فرنسا الارجنتين البرتغال، ده المربع الذهبي. وبرده بنفس الترتيب ده المتوقع اللي هم يفوزوا بالبطوله، البرازيل النتيجه النهائيه ترتيب النهائي ده توقعي البرازيل. بس انت كده معنى كده ان انت مش مدي مساحه لوجود اي مفاجات، ولا مدي مساحه لوجود حصان اسود يظهر لك فجاه؟ ما اعتقدش في حصان اسود في البطوله دي. ليه؟ يعني ما اعتقدش، لا. البرازيل سكواد قوي جدا ومرشح طبعا يكون موجود في المباراه النهائيه، نفس الكلام منتخب الارجنتين غايب عن كاس يعني غايب عن تتويج كاس العالم طبعا من اخر نسخه في المكسيك سنه 86. طب ما انت عندك النسخه الاخيره كرواتيا كانت مفاجاه الى حد كبير، فكره وصولها للنهائي وان هي تكون الوصيف، يعني في ناس كتير ما كانتش مستنيه كده.
ده النسخه اللي فاتت كان كرواتيا كان حصان اسود، لكن انا شايف ان المره دي مفيش حصان اسود في البطوله. انا شايف ان هي منتخب قوي هياخد البطوله، وممكن يكون منتخب من امريكا الجنوبيه. ده التوقع يعني اقرب ليه. بلجيكا مثلا لا، بلجيكا ممكن توصل دور الثمانيه، لكن ما اتوقعش ان توصلش مربع ذهبي. لا لا ما ليه؟ لان هي مش في حالتها المعهوده، ولا عشان المنافسه قويه؟ هي عندها اصابات، عندهم اصابات. يمكن لوكاكو هيغيب عن اول ماتشين، هازارد مش في مستواه، اكتر من لعيب مش مؤثر مع منتخب بلجيكا. يمكن لعبناهم كمان ماتش ودي مع منتخب مصر كسبناهم. يمكن ما اتكلمناش صحيح على الماتش ده ورؤيتك ليه. استنى صحيح الكلام احلو اهو. يمكن رايك ايه بقى في منتخبنا احنا في الاطار؟ مباراه قويه جدا، اداء كان كويس، الناس كلها بصت بالاداء. يمكن طبعا وزعلت ان احنا مش مشاركين في المونديال بعد الماتش ده بصفه خاصه. دي حقيقه، يمكن ده زعلنا ان احنا مش موجودين في كاس العالم، لكن انا شايف ان برضو احنا لعبنا الماتش دي باريحيه، ما عندناش ضغوط، بنلعب للمتعه. فيتوريا قال اللعيبه انزلوا استمتعوا، ده ماتش ودي بتلعبوا قدام منتخب مصر. ما ينفعش نلعب بالتكنيك ده عموما بشكل عام في بطوله او في غير بطوله. للاسف كان كيروش ليه استراتيجيه واضحه موجوده في كاس الامم او في تصفيات كاس العالم، فما ما وفقناش. يمكن في الاخر احنا خسرنا بطولتين او تصفيات كاس العالم وكاس افريقيا بضربات الجزاء في الاخر. أيوه. ضربات الحظ ترجيحيه، لكن انا شايف ان منتخب مصر يعني كان اداؤه كويس جدا قدام بلجيكا، منتخب مصنف في السنه عالميا، يعني حاجه كويسه جدا انك تكسبه في ماتش ودي وكمان تقدم اداء كويس. منتخب مصر بس ما كسبش، قدم اداء كويس. منتخب بلجيكا طبعا عنده غيابات، وعنده لوكاكو، وعنده هازارد مش مستواه، وعنده اكتر من مشكله في المنتخب، ده اثر عليهم طبعا. كمان كانوا مسافرين نفس اليوم بالليل قطر، فاعتقد ان الاجهاد، وكمان خايفين برده من الاصابات طبعا. مونديال الاصابات يعني كاس العالم الاصابات دي حرمتنا من شويه اسماء. دي حقيقه، يمكن المونديال ده بصفه خاصه اللي قاعد مستنيهم اصلا في المونديال. دي حقيقه، يمكن ابرز غياب طبعا كريم بنزيما، طبعا افضل لاعب في العالم. دي ضربه قاسمه لمنتخب فرنسا. ده اكيد افضل لاعب في العالم والمتوج بالكره الذهبيه، ومستواه دلوقتي هو في ليفل مستوى كان مع ريال مدريد ومع منتخب فرنسا زي التوب بتاعه، فالتوب ليفل بتاعه. فانا اعتقد ان كان غياب مؤثر جدا وضربه قويه لمنتخب فرنسا قبل ساعات من المونديال. طبعا غياب ساديو ماني عن منتخب السنغال غياب يعني كان مؤثر جدا وصعب. صعب تعويضه ولا بيمشي الحال؟ لا صعب 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 غياب، صعب حد يعوض بنزيما في فرنسا، وصعب حد يعوض ساديو ماني في السنغال. طبعا غياب منتخب مصر عن كاس العالم وعدم ظهور محمد صلاح طبعا ده حاجه طبعا يعني، ما لو شفنا فان دايك نجم منتخب هولندا ولوفرين نجم منتخب كرواتيا. أيوه. كلموا عن غياب محمد صلاح وقالوا ان هو لاعب بيلعب في التوب ليفل، لاعب من افضل اللاعبين في العالم، مرشح دايما للجوائز، فان غيابه عن كاس العالم كان حاجه احزنتهم يعني. كان فان دايك في برضه من ضمن الحاجات اللي اتشيرت، والله اعلم مدى مصداقيتها، ان هو كان بيهزر بيقول لك اكيد غيران مني عشان انا مشارك في كاس العالم وهو لا. ده لوفرين. اوكي لوفرين قال كده، وقال ان كمان محمد صلاح هيجي يشجع كرواتيا في كاس العالم بعلم كرواتيا. قال كده فعلا في مؤتمر صحفي قبل ماتشهم. غياب منتخبات غير متوقع غيابها ومدى تاثير ده في قوه المنافسه ومتعه المشاهده بالنسبه للجماهير، حد زي المنتخب الايطالي مثلا. كنت اسال حضرتك منتخب ايطاليا، انا استغربت جدا غيابه عن المونديال، كان صعب جدا، منتخب قوي جدا. ايطاليا ايه اللي بيحصل فيها بقى؟ هم مروا، مش ملاحظ ان في الفتره الاخيره يعني عموما حتى على صعيد الدوري الايطالي، على صعيد الفرق الايطاليه، مش بنفس الزخم بتاع زمان. هو في تغيرات دايما في ايطاليا الفتره اللي فاتت كمان في كره القدم، بس بتطول يعني مطوله معاهم. ما هي مطوله شويه، بس هم عدوا بمرحله احلال وتجديد في المنتخب وفي العناصر وفي المدربين كمان في الدوري الايطالي، عشان المدربين دول شباب بيقودوا فرق كبيره. أيوة. فانا اعتقد ان المستوى، بس دلوقتي الدوري الايطالي بدا يرجع، انا شايف دلوقتي بقى قوي جدا يعني، بدا يرجع لقوه، بس مش قوه زمان، بس بدا يرجع على المسار الصحيح. ومنتخب ايطاليا رغم عدم تاهله لكاس العالم، لكن شايفه منتخب قوي جدا، عمل رقم قياسي في عدم الخساره اكتر من 30 مباراه متتاليه، او مش متذكر بالظبط الرقم، لكن عنده منتخب قوي، عنده مواهب شابه. منتخب ايطاليا من اقوى المنتخبات الاوروبيه، وغيابه عن كاس العالم كان صدمه بالنسبه لي. هل اقامه النسخه دي من المونديال في موسم شتوي، وده طبعا شيء غير معهود وغير مسبوق قبل كده، الى اي درجه ممكن يكون اثر مع المنتخبات اللي هتشارك في انا شايفه كان سلبي. انا بكلمك ان هو في منتصف الموسم الاوروبي. دي حقيقه، كان شيء سلبي، وناس كتير اعترضت من الانديه ومن الاتحادات كمان الاوروبيه. انا شايف ان ظهر ده في الاصابات اللي حصلت، اكتر من عنصر واكتر من نجم عالمي بيغيب عن كاس العالم، وده طبعا ضربه للبطوله، وبيأثر طبعا في مستوى البطوله، لان النجوم الكبار دول لما بنشوفهم في كاس العالم ده طبعا بيديها حماس وبيديها شغف وبيديها مستوى مرتفع لكره القدم. فانا شايف ان اقامه كاس العالم في التوقيت ده لاول مره بيأثر على المنتخبات، وعمل اكتر مشكله للمنتخبات، منهم طبعا الاصابات اللي حصلت زي كريم بنزيما وساديو ماني.
طيب لما نيجي نتكلم عن فرصة وجود أي منتخب من المنتخبات العربية الأربعة في المربع الذهبي مع نهائيات البطولة، عادة لما تيجي تتكلم في حاجة زي كده مع أي حد يديك حتى الرياكشن بتاعي عم أنت بتتكلم في إيه؟ يعني بعيدة قوي، واخد بالك؟ لأسباب كتير والاعتبارات كتير أكيد بطبيعة الحال اتكلمنا عنها قبل كده. طب إفريقيا بقى، يعني النسخة الأخيرة مثلا من المونديال شهدت خروج كل المنتخبات الإفريقية، فهل من المتوقع أن يتكرر هذا الأمر في النسخة دي من المونديال؟ وليه ما بيبقاش في فرصة نفس الكلام اللي بنقوله على العالم العربي ينطبق على إفريقيا في المونديال؟ ما فيش قوي فرصة وجود منتخب إفريقي في المربع الذهبي، ما بتحصلش كتير. أنا شايف إن هو تاريخيا طبعا الدول العربية ما فيش حد عدى بعد الدور الثاني، يعني كان أبرز حاجة صعود الدور الثاني، لكن ما حدش عدى بعد كده. فأنا شايف إن برضو المرة دي صعب، ممكن حد يتأهل للدور الثاني لكن بعد الدور الثاني ما حدش. طب ليه ده آخرنا عربيا؟ مستوى كأس العالم والفرق اللي موجودة أنا شايفه بالنسبة للدول العربية إحنا لسه محتاجين نتطور عشان نوصل للمستوى. ماشي، بس بتتكلم على بطولة بتقام كل أربع سنين، فأنت عندك مبدئيا كده، ده لو افترضت جدلا إن أنت مش هتشتغل على ده من بدري، بس هنقول عندك ما بين كل نسخة والتانية عندك أربع سنين، ودي فترة زمنية كافية جدا لبناء جيل قادر على التواجد والمنافسة. بتفرق في العقلية، انا شايف بتفرق في العقليه بتاعت الانديه او المنتخبات او حتى الاتحادات العربيه. انا شايف ان دي ايه في الاخر حافز، وفي الاخر في طموح الدول العربيه او الدول الافريقيه، يمكن الدول الافريقيه كمان عندها طموح اكبر من الدول العربيه بكتير جدا، لكن انا شايف ان النسخه دي مش تشهد وجود منتخب عربي بعد الدور الثاني. ونفس الكلام المنتخبات الافريقيه ممكن نشوف منتخب او حاجه في الدور اللي بعد الدور الثاني يعني، بس بعد كده ما اعتقدش، كله هيبقى دول اوروبيه. والمره دي انا شايف ان دول امريكا الجنوبيه هيبقى ليها يد عليا في هذه البطوله، بالذات البرازيل والارجنتين. اللي حضرتك تفضلت بيه ده برغم وجود كتير من اللعيبه الافارقه المحترفين في دوريات اوروبا واللعيبه العرب ولا سيما المصريين، ده احنا لوحدنا عندنا بتاع 4-5 يعني، برضو ده ما ينفعش ده يتبني عليه مع المنتخبات؟ لازم يتبني عليه، لازم يكون في تطور، لازم يكون في طموح اكبر من كده، لازم يكون في عدد محترفين في المنتخبات اكبر من كده في اوروبا، لان يعني ده بيأثر على المستوى، بيأثر على العقليه. منتخب مصر دلوقتي فيه اكتر من محترف، وبيفرق طبعا مع منتخب مصر، لو منتخب المغرب فيه محترفين كتير جدا، منتخب تونس نفس الكلام. فانا شايف ان لازم يكون في تطور، ولازم يكون في طموح، ولازم يكون في تطور في العقليه، ان انت لازم توصل لابعد من كده. ما يبقاش طموحك ان انت تاهل للدور الثاني او تعمل ده يبقى بالنسبه لك انجاز، لا طبعا. ليه ما تاهلش؟ ليه ما تكملش تعمل مباريات كبيره؟ ليه ما تخش مربع ذهبي؟ ليه؟ يعني انا شايف ان ده لازم يكون طموح كل الدول اللي موجوده. لو رجعت بيك كده مره ثانيه لماتش مصر وبلجيكا، في ناس كتير قوي وقفت عند الثنائيه الحلوه اللي شفناها ما بين محمد صلاح وتريزيجيه، ويمكن في ناس كمان افورت في الاحتفال بهذه الثنائيه من منطلق ان احنا ما كناش بنشوفها كتير قبل كده، وده بدوره يرجعنا لانتقاد اتعرض له تقريبا كل المحترفين المصريين في الخارج، ولا سيما محمد صلاح شخصيا اللي اتقال عليه في وقت من الاوقات يا ابو صلاح انت ايه حكايتك مع ليفربول بتولع الدنيا ومع المنتخب الدنيا بعافيه حبتين، ما معناه اتقال بصيغ مختلفه واكتر من مره. فهل ده معناه ان مش بالضروره ان انت لما يكون عندك في منتخبك عناصر محترفه يعني في الخارج تعرف تستفيد منهم الاستفاده القصوى في الداخل مع منتخب بلدهم؟ لا طبعا، المحترفين بيأثروا جدا في مستوى المنتخب وبيفرقوا جدا مع المنتخب، لان العقليه اللي بيتعاملوا بيها بره، المستوى اللي بيلعبوا فيه بره، الاحتكاك الدولي او الاوروبي اللي بيلعبوا فيه بره في اقوى الدوريات ومع اقوى اللاعبين واقوى الانديه، لا طبعا ده بيفرق جدا. أيوة، ما بيقول لك بقى لما بييجوا يلعبوا مع المنتخبات، يعني ابسط واقل رد بيتقال في ظرف زي اللي احنا بنتكلم فيه، يقول لك بص يا عم بره هو فريقه، لو مثلا بنتكلم جدلا عن محمد صلاح يقول لك بص ليفربول معاه مين وبيخدموا عليه ازاي والوضع عامل ازاي، لكن انت عندك هنا ونبتدي نكسر في مقاديف منتخبنا. هو انا شايف ان يعني لو حضرتك اتكلمت عن ثنائيه صلاح وتريزيجيه دي مش اول مره، يعني كان برضو في كاس العالم في روسيا قبلها في تصفيات منتخب مصر كان صلاح وتريزيجيه كانوا بيعملوا شغل كبير جدا، ويمكن تريزيجيه من كوره برضو هو جاب ضربه جزاء اللي سجلها صلاح في الكونغو واتقلنا بيها المونديال روسيا، لكن انا شايف ان الثنائيه دي كانت موجوده قبل كده. ودلوقتي على فكره منتخب مصر انا شايف ان المحترفين بيقدموا اقوى اداء، مصطفى محمد في نانت الفرنسي طبعا كسر طبعًا الدنيا، تريزيجيه مكسر طبعًا الدنيا في تركيا، عندنا محمد صلاح طبعا حدث ولا حرك العالم. محدث ولا حرك في الدوري طبعًا الانجليزي طبعًا، ونجم كبير جدا وعالمي، ابرز يعني محمد النني في ارسنال بقاله 6 سنين بيلعب في ارسنال ومستواه او الليفل بتاعه بيلعب الناس كلها بتتكلم عليه بطريقه قويه جدا. فانا شايف ان المحترفين بتوعنا لا مؤثرين دلوقتي في المنتخب وعاملين شكل قوي جدا للمنتخب، وهم دلوقتي المفروض ياخدوا المنتخب لقدام، ولازم ينقلوا نقله ثانيه، ولازم يكون طموحنا وهدفنا ان احنا نعمل حاجه لمنتخب بلدنا. انا شايف ان محدش مؤثر،
يعني ما شفتش محمد صلاح اثر ما بنقولهاش من زاويه ان في شبهه تقصير، بس من زاويه ان في شبهه اختلاف كبير بين الواقع اللي هم عايشينه مع انديتهم وبين الواقع اللي بيعيشوه بفترات زمنيه مؤقته وعلى فترات زمنيه متباعده مع منتخب. دي حقيقه. حضرتك انت بتلعب في الدوري الانجليزي مع اقوى الانديه، مع ملاعب عامله ازاي، مع تحكيم عامل ازاي، انت بتلعب هنا في الدوري المصري مع لعيبه محليه، فرق في المستوى كبير جدا. محمد صلاح اكيد لما يلعب مع منتخب مصر مش هو محمد صلاح مع ليفربول، هو بيحاول يقدم يعني اكتر ما عنده او اقوى ما عنده، لكن الكره هناك سريعه. هنا الكره هنا بالنسبه هناك اختلاف شاسع طبعا. هنا الكره سريعه، هناك بيباصي الكره ازاي، بياخد الكره ويجري ازاي. هنا الموضوع مش هنا يعني التحضير للهجمه ممكن ياخد له يومين بالظبط، صعب يريح صعب جدا في بعض الاحيان صعب جدا. طب برضو يعني في ناس برضو ممكن تقول لك طب ما انت عندك بعيدة بقى عن اللعيبه المحترفين، ليه نعتمد اعتماد كلي على اداء وحجم فوقان لاعبتنا المحترفين لما بينضموا للمنتخب؟ ما انت عندك لعيبه محليه في بعض الاحيان ممكن تلاقيهم موجودين وفاعلين يمكن اكتر من المحترفين كمان، ليه ما نبنيش على التفصيله دي ونبقى بنطعم بصلاح وبنطعم بالنني وبتريزيجيه ومصطفى محمد؟ انا هرجع مش معتمدين بالكامل عليهم. انا هرجع لحضرتك في حته قديمه، يعني منتخب مصر حقق ابرز انجازاته مع كابتن حسن شحاته بلعيبه محليين طبعا، ثلاثه امم افريقيا، واتظلمنا ان الجيل الذهبي ده ما راحش كاس عالم مكسر طبعا. الدنيا في كاس القارات وكان نفسنا نستنسخ الجيل كله بلعيبه محليه على فكره، ما كانش فيه غير محترف او اتنين كله كان لعيبه محليه، لكن منتخب مصر قدم اقوى اداء، غلب اقوى الانديه الافريقيه اللي عندهم كل المحترفين في اوروبا. ايه المانع ان ده يتكرر؟ انا شايف ان المدرب الوطني كان فارق مع منتخب مصر قبل كده، زي ما جمال بالماضي فرق مع منتخب استقباله. انا شايف جمال بالماضي مع منتخب الجزائر فرق معاهم، خدوا كاس افريقيه. طبعا عندهم محترفين وكل حاجه، بس كان في لعيب محليين كتير جدا في منتخب الجزائر مع جمال بالماضي، قدر يوظفهم وقدر يدي الشخصيه والهويه بتاعت منتخب الجزائر ويرجع منتخب الجزائر تاني يقف على رجله وياخد كاس افريقيه. مع كابتن حسن شحاته الجيل الذهبي 2006 2008 2010 عمل كل حاجه، كسب ايطاليا واتغلب من البرازيل بيلعب في كاس القارات، خد ثلاث كاس افريقيه واتظلم في لو حتى الماتشات اللي خسر فيها او حتى تعادل فيها قدمنا اداء غير مسبوق. دي حقيقة. وبالتالي اتخلقت جوانا يعني او اتخلق جوانا شبه يقين بان طب احنا حلوين اهو احنا كويسين جدا. دي حقيقه. بس انا بقول لك الكره اتغيرت، الكره اتغيرت جدا، كره القدم دلوقتي عن زمان بقت حاجه ثانيه. اتغيرت للاحسن يا علي في رايك؟ انا شايف اتغيرت للاحسن، بقى الكره ما بقتش سهله، الاول يعني الكره كانت يعني سهله. يعني انت عندك تفصيلتين مثلا تعالى نقف عندهم، تفصيله السوشيال ميديا، ولو قارنا كره القدم في زمن السوشيال ميديا بكره القدم في ازمان سابقه تخلو من السوشيال ميديا، وكان وقتها فيه صحافه رياضيه كما ينبغي، وكانت الاقلام اللي بتكتب في الصحافه الرياضيه كل اسم منهم اتقل من الثاني. فمستجد زي السوشيال ميديا في رايك نتج عنه ايه كرويا؟ ومستجد زي عايز اقول كلمه سيطره راس المال في كتير من الاحيان على مجريات الامور وعلى قدره البعض على شراء انديه من بابها الى اخره. لو اتكلمنا على السوشيال ميديا فانا شايف ان ظهور السوشيال ميديا او انتشارها بالشكل الفظيع ده في كاس يعني في كره القدم دلوقتي ده عامل سلبي جدا، انه بيأثر يعني افسد اكتر ما اصلا افسد طبعا ده افسد تعصب جماهيري، افسد ان اللعيبه بقت بتركز مع السوشيال ميديا وبتنسى حاجات كتير جدا وبتركز في الملعب، وفي لعيبه بتتاثر بالسوشيال ميديا ممكن تقدم مستوى وحش بسبب انتقاد ليها. فانا شايف ان السوشيال ميديا كانت قفه سيئه لكره القدم. لو اتكلمنا عن راس المال، اكيد راس المال في منه فايده وفي منه ضرر. يعني راس المال اكيد انت يعني انت ممكن تبقى يعني تخش مثلا مع نادي زي باريس سان جيرمان مثلا، انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده، استشهد عنده اقوى اللعيبه في العالم، ميسي ونيمار ومبابي، بيخش دوري ابطال اوروبا اللي هي اقوى بطوله اوروبيه، مع انه عنده كل الفلوس عنده كل الامكانيات. فراس المال مش كل حاجه، فساعات بيبقى في فايده بيبقى في ضرر. لكن في انديه بيبقى عندها مثلا اداره قويه او استراتيجيه ماليه كويسه او راس مال في نفس الوقت، بس برضه بيعرفوا يستفيدوا ماليا ويعرفوا يجيبوا لعيبه ويعرفوا يبيعوا لعيبه يعني يجيبوا لعيب مثلا ب 10 مليون يبيعوا ب 100 مليون فهو كسب. طب القوانين اللي استجدت في بعض الدول واللي موجوده واتطبقت بعنف في بعض الدول الاخرى، اللعب المالي النظيف بالظبط كده، ده يعني ده موجود وبيشرف عليه الاتحاد الاوروبي بيشرف عليه الفيفا. يعني واحد زي ليونيل ميسي بجلاله قدره كان عرضه للي احنا بنتكلم فيه ده في اسبانيا، فكره الحد الاقصى وفكره ان ما نقدرش وتجديد عقده وفعلا مشي من برشلونه كده. كل ده كان موجود. ما انا بقول لحضرتك ليه برضه ليه ضرر وليه برضه فايده، اللي هو موضوع اللعب المالي النظيف، الموضوع اللي هو راس المال والتحكم في الانديه والكلام ده كله. لان شايف ان كره القدم في الاخر هي بقت صناعه، زي ما حضرتك عارف هي بقت صناعه، ما بقتش بس مجرد لعبه. جيت للحق علي، انا شايف ان هي بقت اقرب للتجاره ما هي للصناعه. هي يعني انا شايفها تجاره وصناعه، بس في نفس الوقت كره القدم تظل في الاخر داخل الملعب هي كره قدم. اكيد. بره الملعب بتحكم فيها عوامل كتيره جدا، جماهيريه وتسويقيه وراس المال واعلام، الاعلام بقى بيتحكم على فكره في كره القدم دلوقتي.
في ابرز الانديه الاوروبيه الاعلام ممكن يقلب الدنيا زي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد طبعا تصريحاته واللقاء اللي حصل اتعمل معاه قلب الدنيا خلى مانشستر بيمشي يشيل صوره من على ملعب اولد ترافورد خلى رونالدو دلوقتي بقى في انتقاد من الجماهير وعايز يمشي حصل نفسه برده مش شويه الحقيقه والكلام اللي قاله كريستيانو رونالدو وش كده كان صادم لناس كتير حتى لو هم عندهم خلفيه يظل كريستيانو رونالدو اسطوره كره قدم متوج بكاس بافضل لاعب في العالم 5 مرات متوج بافضل او اقوى الجوائز الفرديه والالقاب الشخصيه والالقاب كمان مع الانديه الاوروبيه كل حاجه خدها رونالدو ناقصه كاس عالم حتى خد اليورو هو ناقصه كاس عالم بس وده هيبقى خير ختام للمشوار خير ختام لرونالدو وخير ختام لميسي طبعًا. اتنين من اساطير كره القدم سواء ميسي خدها سواء رونالدو خدها هيبقى افضل ختام لمسيره اسطورتين في كره القدم ده الماتش اللي ممكن يجمع ما بين الارجنتين والبرتغال ده هيبقى احلى نهائي في التاريخ طبعا يا خبر ابيض اكيد لو البرازيل لعبت لو الارجنتين لعبت البرتغال هيبقى اقوى نهائي الكاس العالم من سنين كتير جدا وهيبقى فعلا هنشوف بقى هيمنت بقى الاسطورتين هنشوف بقى هنا مباراه كره قدم عالميه هنشوف بقى صراع فعلا على ارض الملعب صراع كروي وكمان جميل ممتع في نسخ سابقه وفي ازمنه سابقه كنا بنشوف في كاس العالم كل منتخب اقوى من الثاني يعني كان صعب جدا في بعض الاحيان ان انت حتى تتكهن مين الاربع منتخبات اللي هيوصلوا للمربع الذهبي هل الوضع اختلف شويه يعني ممكن حضرتك بتقول ان في حصان اسود حضرتك ممكن تتوقع منتخبات ممكن تكمل زي بلجيكا ممكن توصل ربع نهائي وممكن تتقدم مستوى اقوى من اللي هي فيه لكن انا مش عارف انا حاسس ان النسخه دي هي يعني الاغلب ليها امريكا الجنوبيه يعني الاغلب ان اللقب يبقى امريكا الجنوبيه والاقرب كمان منتخب فوق. البرازيل ادينا هنستنى وهنتابع ونشوف الدنيا هتاخدنا فين انا بشكرك على وجودك معانا في حلقه النهارده علي جدير الشكر جزيل الشكر شكرا ليك وان شاء الله اكيد هنلتقي بقى يعني كتير الفترة الجاية احنا عندنا كاس عالم بقى ونقعد نحكي في كتير من تفاصيله فبشكرك جزيل الشكر وخلونا نطلع فاصل يا حضرات ونرجع بعدين نكمل الكلام اتفضل عودة العشرة الصبح في الاهلي اهلا بكل حضراتكم في فقرتنا الطبية تاني واخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من البرنامج وزي ما قلت لكم في الانترو بتاع حلقة النهاردة قلت لكم ان اظهرت الدراسات وجود ارتباط قوي جدا ما بين السمنة وما بين الاكتئاب النفسي واثبتت الابحاث اللي اتعملت ان الاشخاص اللي بيعانوا من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة بنسبة حوالي 25% للإصابة بالاكتئاب بالمقارنة بالشخص العادي عشان كده في فقرتنا دي عايزين نتكلم أكثر عن علاقة السمنة بالاكتئاب احنا بقالنا فترة بنتكلم عن انعكاسات السمنة المفرطة على العظم وعلى الصحة العامة وعلى حاجات كتير لكن كمان فكرة ان يبقى في ارتباط ما بين السمنة وبين الاكتئاب لا ده موضوع مهم وعايزين نتكلم ونعرف كل تفاصيله من دكتورة إيمان المراكبي اللي منوراني في حلقتنا النهارده يا صباح الفل يا صباح الفل على حضرتك وعلى كل المشاهدين وان شاء الله الناس تستفيد من اللي هنقوله النهارده يا رب ان شاء الله لان طبعا حضرتك ادرى مني بكتير في ناس كتير قوي بتعاني من السمنة وقد يكون اغلبهم ده ما كانش كلهم ما فكروش ولو للحظة فان السمنة دي انعكاس على الحالة المزاجية بالظبط يعني ده موضوع مش هين لان طول ما بياكل بيشعر براحه وبيشعر بسعاده وبيشعر ان الدنيا كلها معاه وبعد كده بيفاجئ بالكارثه بقى ان هو شكله بقى وحش ان هو الناس بتتنمر عليه ثقته بنفسه طبعا تتهز لما يقدم في انترفيو ولا حاجه كتير قوي بيجوا لي مرضى يا دكتوره احنا قدمنا في انترفيوهات واترفضنا عشان احنا عندنا سمنه قالوا لنا روحوا خسوا وتعالوا فطبعا بتبقى يعني حتى الشغل مش هتعرف تشتغل طبعا طول ما انت شكلك مش حلو طبعا. فاذا الموضوع مش بس نفسيه ده نفسيه وعضويه وماديه واجتماعيه صحيح. فاحنا لو فعلا انتبهنا للموضوع ده هنلاقي الاكتئاب يقل لان فعلا اللي عنده سمنه عرضه للاصابه بالاكتئاب 25% اكتر من نظرائه اللي ما عندهمش سمنه فطبعا احنا الحل ايه الحل ان انا الحق نفسي لو انا بدات احس ان انا عندي زياده كيلوهات كده بسيطه في الاول بحس ان ما تحصلش الكارثه والاقي نفسي خلاص بقى 25 كيلو و30 كيلو والحاجات اللي الناس ما بتعرفش تنزلها تاني أيوة تاني حاجه التاثير على النفسيه بيجي ازاي ان انا طول ما انا شايف نفسي في المرايه مش حلو مقاساتي طبعا بتتغير لبسي مش عارف البس حاجه فتخيل حضرتك كل ما تيجي ماشي يعني عايز تلبس حاجه رايح فرح ما فيش حاجه داخله فيك فالشكل بيبقى صعب قوي وبعدين بالذات لو كمان الزوج او الزوجه في فرق في الوزن بينهم يعني مثلا الزوجه مليانه قوي والزوج رفيع او العكس الزوجه رفيعه قوي والزوج مليان قوي فبتحس بقى بيبقى الشكل في الاخر ما فيش تناسق يعني فاحنا نعمل ايه بقى علشان القصه دي لازم نبتدي نساعد نفسنا وناخد حاجات طبيعيه
تساعدنا للنزول في الوزن، وانا ضد اي كيميكلز. احنا لسه كنا بنتكلم قبل الفاصل على الكيميكلز، انا ضد الكيميكلز. فبنتكلم على منتج امن مكون من الياف طبيعيه واسمه بيستا. تمام. ده بيساعد جدا المرضى ان هم من نفسهم. على فكره انت مش لازم تروح لدكتور. دي المفاجاه بقى، لان الشركه بتاعت باي ناتشرال هي قامت بكل حاجه، عملت لنا الدكتور، جابت لنا دكتور ببلاش، وكورس كامل للتخسيس اللي هو يشمل البيستا وحاجه اسمها البو مالتي فيت، واستشارات في اي وقت، واستشارات مجانيه اسبوعيه. يبقى انا كده يا سلام نتكلم بقى على كل واحد بحيث الناس تبقى فاهمه ايه اللي احنا بنقول عليه. اتفضلي. البيستا ده عباره عن الياف طبيعيه، ثلاث الياف رئيسيه بيحتاجهم الجسم عشان ينزل في الوزن. تمام. اللي هم السيليوم ورده القمح والشوفان. تمام. الثلاثه دول الحقيقه بينظموا معدل افراز الانسولين في الجسم، فده طبعا حاجه هايله جدا. بمعنى لو مريض سكر وماشي على ادويه واخد البيستا، ده هينظم له افراز الانسولين اللي ربنا عامله طبيعي في البنكرياس بطريقه طبيعيه، ممكن يساعده في انه يقلل جرعات الدواء بتاعت السكر، طبعا باستشاره الطبيب. تمام. لانه هيبتدي سكره يقل، فالدكتور هيبتدي يقول له هو انت بتعمل ايه، عامل دايت، عامل حاجه؟ لان افراز الانسولين لما يطلع بطريقه ستدي او بطريقه منتظمه ده هو علاج للسكر. تمام. فاذا الناس لو اتبعت الكلام اللي احنا بنقوله هيساعدنا جدا في علاج السكر. الكلام ده ينطبق على فئات عمريه معينه ولا الموضوع مفتوح؟ الموضوع مفتوح ليه بقى؟ لان انا عندي الطفل لو مثلا وزنه حاجه و60 كيلو مثلا، ما بقاش خلاص سنه اللي هو بتاع السن بتاعه، لا هو دخل في وزن اكبر، يعني هو بقى الوزن بتاعه ادلت. فاحنا بنقول من 13 سنه فما فوق، لكن من خبرتنا ان احنا ممكن نستخدمه في اقل من كده طالما الوزن جامد، يعني طالما تخطى ال60 يبقى انا كده بتكلم في ادلت، انا بتكلم كده في حد بالغ طبعا، حتى لو هو ما بلغش. ايوه فاهمك. بس اقصد ايه، ان هو خلاص وزنه حطه في الفئه دي، حطه في الفئه دي، طلعه سن عمري اكتر، يعني بقى اكبر سنا يعني. طيب ايه تاني الحاجات اللي مهمه قوي؟ ان هو بينفش في المعده البيستا اللي هو الالياف دي، وبتملى الفراغ بتاع المعده، بتفضلي حبه صغيرين قوي اللي هم اقدر اكل من خلالهم الفطار والغدا والعشاء، لان احنا بنديه قبل الفطار والغدا والعشاء بنص ساعه كيس على كوبايه ميه. والكلام ده ينطبق على اي معده ايا كان حجمها، اي معده ايا كان حجمها. تضمني منين ان هو ما بيقفلكيش المعده كامله مثلا؟ ما هو احنا مش عايزينها تقفل كامله. يعني الحيز ده بيجيب منين بقى بالظبط كده؟ ما انا هقول لحضرتك. هو بينفش لغايه ما يملى 3/4 المعده. ليه؟ بيسيب لك ربع المعده، لان احنا زي ما اتفقنا ان من 13 سنه لفما فوق عاده المعده بتبقى حجمها في السن ده نفس الحجم. اوكي. فالا بقى زي ما قلت لحضرتك اللي هو عنده سمنه مفرطه، المعده بتتمدد وممكن تبقى اكبر شويه. يعني ده متراعه في مكونات في كل كيس. طبعا طبعا. أوكي. طبعا، بحيث ان محدش يبقى في اي مشكله منه. وهو الياف طبيعيه، فاحنا بناكل الياف طبيعيه، دي حاجه محتاجها جسمي، مكمل غذائي، مش بدي حاجه كيميكال ضاره او تاثر على المخ او تاثر على اي مراكز شبع او الكلام ده. أوكي. هي بتاثر ازاي؟ لما بينفش الفايبرز دي جوه المعده بتخليني اكل كميه صغيره، يبقى انا كده غصبت نفسي اني اكل كميه اقل من اللي انا كنت باكلها. وما كنت باكل 100%. مع الاحتفاظ بفكره ان انا لو عندي شهيه تجاه اكله معينه مش هحرم نفسي منها بالظبط، لغايه ما هنالك هاكل منها مقدار اقل بس. صحيح. يعني أوكي. بالبلدي كده الكلمه اللي بيقولوها اللي هو الناس اللي بتحب الرمرمه دي. ايوه. هيلاقوا نفسهم يعني نفسهم راحت لحاجه، مفيش مانع. ليه بقى؟ لان انا قللت الكالوريز اللي متاخده طول اليوم. طبعا. فانا كده ماشيه يعتبر برجيم الكالوريز، وماشيه ب ان انا مقلله الكميات للربع تقريبا بالظبط. وكانه عامل زي الصيام المتقطع. ما هو انا مش باكل كميه كبيره. فانا متمشيه مع كل انواع الدايت، يعني ما عنديش اي مشكله. اللي ماشي على الكيتو ممكن الشويه اللي ياكلهم هياكلهم بروتين، يبقى كده انا ماشيه كيتو. اللي ماشي صيام متقطع ياخدها قبل الوجبه بتاعه الفطار، يبقى انا كده ماشيه صيام متقطع. يعني اقصد ما بتعوقش اي نوع من انواع الدايت نهائيا. بس هو يعني بتهيألي المنطق يقول ان معاها الواحد مش محتاج يعمل دايت ولا ايه؟ جميل. ما هو الواحد مش معاها مش محتاج فعلا، لكن في ناس بتبقى عايزه شيب، يعني عايزه عضلات. مثلا دهون متكومه في اماكن بعينها، واحده في بطنها مثلا عندها شويه دهون متراكمه. أوكي. واحده الدراعات، الرجلين. أوكي. الكلام طبعا. ده كله طبعا. فهي بتبقى عايزه تخلص من الدهون دي. فايه اللي يحصل؟ نقول لها لو نعمل دايت كمان معاها نوصل للشيب اللي احنا عايزينه من غير ما نعمل عمليات نحت ومن غير ما نعمل اي جراحات.
يبقى ساعتها هتاخد بروتين في الوجبه اللي مطلوبه وتمنع خالص السكر والنشويات، هتلاقي نفسها وصلت للشيب اللي هي عايزاه بمنتهى السهوله حتى من غير رياضه. انا مش عارف استوعب يا دكتوره ايمان فكره عمليات النحت، يعني عمليه صعبه قوي، يعني مش عارف اهضمها الحكايه تشفية دي. تشفيه تحس بالظبط، يعني واحده داخله تتشفى، يعني فاهم ازاي؟ صعبه جدا، لان طبعا اي عمليه ليها مخاطر، البنج الكلي ليه مخاطر طبعا. ياما ناس دخلت عمليات من غير لازمه وماتت، ومنهم فنانين على فكره، ونذكر طبعا فنانين رحمه الله عليهم بسبب ان هم دخلوا كان في لازمه شكلا، لكن سبحان الله لو كنا مشينا بدايت واتبعنا رياضه وعملنا حاجات تانية كان في وسائل اخرى ممكن نوصل لنفس النتيجه من غير ما نتعرض لبنج كلي، لان البنج الكلي ما تضمنش انت يا صابت يا خابت برضو، يعني عندنا اساتذه تخدير ممتازين و لكن في حاجات بتحصل بتبقى خارج اراده الدكتور نفسه جوه اوضه العمليات. فليه اعرض نفسي وانا عندي حلول سلميه وبديهيه وامنه؟ فاذا انا بنصح الناس ان هي تاخد البيستا، وخصوصا ان بينزل معاه في الكورس اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه مالتي فيتامين. ده اسمه مهم برضو، الب مالتي فيت. طبعا ده بيساعدني ان انا ما يحصليش بهتان في الـ في الـ في البشره، ولا اجهاد وارهاق وخمول وهذيان، الحاجات اللي الناس دايما لما بتعمل دايت دايما للدايت يقول لك انا ما فيهاش نفس صحيح. انا مش قادر، ما فيهاش طاقه. لا، الحاجات دي كلها عشان فيها مالتي فيتامينز بتحسن الطاقه والاراده والتركيز والكلام ده، كنت تحس بفول باور. فاذا الاثنين مع بعض، الكورس زي ما احنا شايفين على الشاشه، الالب مالتي فيت كل مجموعه فيتامين بي كومبلكس كلها موجوده بالكامل، به 1 و3 و5 و6. تحس ان الفيتامين ده بالذات نجم كده بين بقيه الفيتامين. طبعا طبعا، ده مصر، ده مصر حد بيتكلم عنه بيتكلم بفخر، ده اله الفيتامينز في مصر. ده كل عيان يخش لي العياده يقول لي هتكتبي لي حقنه فيتامين بيه ولا لا؟ ليه اشمعنى؟ هو كده احنا عندنا في الكالتشر بتاعنا مفهمينهم من الستينات ان الفيتامين بيه ده لو خدته هتبقى هيركليز، هتبقى اجدع ناس. بالظبط كده، اللي عنده السكر بياخده. هو طبعا الفيتامين بي مهم لمرضى السكر جدا، مهم قوي للي ما عندوش طاقه، واللي عنده خمول، اللي عنده تساقط شعر. دايما اللي عندهم تساقط شعر تلاقي الدكتور يكتب فيتامين بي. فهو ده الايه، الجوكر. طبعا طبعا، ده جوكر الفيتامينات. ايه تاني معاه بقى؟ الفيتامين سي، الزنك، النحاس، الحاجات دي كلها مهمه جدا لصحه الشعر والبشره والاظافر. والحاجات دي احنا بنفقدها لو كنا عاملين دايت قاسي، لازم بنفقدها بعناصر طبيعي معينه. طبيعي ومعادن طبعا طبعا طبعا، لان الجسم هو بيحرق، ممكن جدا يفقد معادن وفيتامينز، وللاسف احنا محتاجين الحاجات دي في تنشيط عمليه التمثيل الغذائي وعمليات الايض بالجسم. الفيتامينز مهمه جدا، اللي هو المحفزاتي زي ما بيقولوا، ده المحفز اللي بينشط الحاجات دي كلها. وكمان ما ننساش ان البيستا معاه كروميوم ده بيزود الحرق. فاحنا لعبه الحرق في المصريين عندنا كلنا مشكله في الحرق. الناس ما بتمارسش رياضه، الناس كتير عندها غده درقيه كسلانه. الكلام ده كله بيأثر لي على الحرق. فطبعا الكروميوم في البيستا، ومعاه قلنا الالب مالتي فيت الاثنين ككورس، ومعاهم هديه علبه فيتامين دي مهم جدا جدا. ودي مجانيه للي هيطلب الكورس على بعضه. وممكن ان اديشن بقى ان احنا نطلب الجرين كوفي، نازل منتج جديد اسمه القهوه الخضراء. وده طبعا برضو جوكر في الحرق، برضو بيتقال اسمه كتير في حالات الرغبه في عمل دايت. بالظبط كده، ده بقى شوف يعني هم بصراحه شركه باي ناتشرال محاربه كل السمنه بطرق الحرق، اي حاجه بتحرق الدهون، بتنظم افراز الانسولين، تملى المعده تماما بحيث ان انت ما تشعر بالشبع ولا تحتاج ابدا ان انت تمشي تاكل في اي حاجه موجوده قدامك. فاذا يعني بجد بجد شابوه. يا ومتابعه أعداء مجانيه، يا اعداء الكروش. ايوه بالظبط كده، نحن اعداء الكروش. الكرش اللي كان الواحد بيقعد يربيه على العز وعلى الغالي. وعلى راي الفنانه في الفيلم اللي تقول لك الراجل من غير قرش ما يسواش، ولا من غير كرش ما يسواش قرش. كانت ثقافة موجودة عندنا في وقت من الأوقات، ده حقيقي في فيلم اكس لارج، فيلم اكس لارج قالتها دنيا سمير، يعني قالت لما كانت بتدافع عنه وهي كانت مش مقتنعة، خلي بالك ده بس عشان الإحراج والتنمر. ما ده جزء من التنمر اللي احنا بنتكلم عليه. في نقطة مهمة، إن الرقم الوحيد اللي للشركة باي ناتشرال هو اللي موجود على الشاشة، وليس لهم أي أرقام أخرى ولا وكيل آخر، هو الوكيل الحصري. على المنتج لازم أتصل بالرقم ولا ممكن ألاقيه في الصيدليات؟ موجود في الصيدليات، ولكن اللي عايز للسهولة، في ناس كبار سن مش قادرة تنزل، الدليفري بيعذبه، يبقى عن طريق كل
كول سنتر والشركه هتوصله له لغايه البيت. لغايه البيت. وطبعا زي ما قلنا الكورس المره دي نازل عليه فيتامين دي هديه، نازل عليه متابعه مجانيه لكل اسبوع، يبقى اذا المريض مش محتاج يروح لدكتور. وكمان فوقيهم القهوه دي ممكن المريض يطلبها عن طريق الكول سنتر، يطلب القهوه الخضراء جرين كوفي. حس كده بقى، يبقى نتابع مع حضرتك حاله الاستاذ ابراهيم اللي كان عنده مشكله سابقه مع سمنه. تمام. ونشوف ايه اللي حصل معاه بعد ما اخذ بيستا. اتفضل. اوكي اتفضل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش عارف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش فيه اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، ده غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. زي الفل، هايل استاذ ابراهيم، كان حظه زي الفل والدنيا ظبطت. برافو عليه، برافو عليه. لا بجد هو كل الفيسز اللي بنستعرضها الحقيقه اعتقد ان في ناس سلسله نجاح بيعاد احيائها من جديد. طبعا طبعا طبعا. انا يعني بصراحه انا بشوف المرضى بعد ما بيخسوا نفسيتهم بتبقى عامله ازاي. طبعا. بما ان حلقتنا عن الاكتئاب ده بيتعالجوا، ده في ناس بوقف لهم الادويه يعني مجرد ما يخسوا ويبقوا شيب حلو خلاص بقى هي بتبقى من نفسها بقى تبتدي تروح جيم، تبتدي تلبس الفساتين الحلوه اللي هي عايزاها، نفسيتها بتبقى حلوه، بتبتدي تقول لي خلاص يا دكتور انا مش محتاجه علاج اكتئاب، ابتدي اسحبه لها بالراحه وتمشي كده طبيعي بقى وتستمر، يبقى لايف ستايل، يبقى علمناها لايف ستايل. احنا اللايف ستايل ده مش موجود عندنا في مصر، يعني مش كل الناس بتتبعه زي بره. بره بيعلموهم الجيم من وانت قد كده بتروح جيم. ابتدينا مؤخرا يمكن الاجيال الاجدد الجديده عشان السوشيال ميديا بقى والصور والسيشنز والفوتوشوت والحاجات بالزبط. دي فشويه ابتدوا يهتموا بالموضوع، ابتدوا يعملوا كده. بس كبار السن بقى هم اللي ايه اللي لازم من خلال القصه دي كانهم راحوا جيم ولعبوا وعملوا كل حاجه. طبعا. طيب هستاذنك بقى نروح معاكي لشويه اسئله يعني جبناها من صفحه بايو بيستا على الفيسبوك ونجاوب الناس بقى عليها. في سؤال منهم من استاذ رمضان محمود بيقول انا عندي 49 سنه وعندي الضغط، فهل مناسب ليا ان انا اخد كورس بيستا ولا لا؟ طبعا. وده يخليني اسالك على الامراض المزمنه عموما بقى. ايوه بالمره يعني. بقى بالمره طبعا بطمن حضرته. والضغط والسكر مشاكل القلب كل الكلام ده لا تمنع. ليه؟ والكوليسترول ده بالعكس الكوليسترول هيقل لان احنا بناخد الياف، فبنقلل يعني قللنا في كل وجبه ان انا اخد دهون او اخد نشويات. تمام. فبالتالي كوليسترولي هيتظبط. اوكي. يعني بالاول مع الادويه يعني مصلحه من كله. مصلحه من كله. حتى تمام. مرضى القلب واللي عاملين قلب مفتوح والكلام ده كله مفيش ما يمنع نهائي، لان ده انا بديلك مكمل غذائي، ده اكل. أوكي. هل الاكل فيه خطوره؟ لا طالما هو صحي ما فيهوش خطوره. طيب ده سؤال استاذ رمضان. في بقى ريهام احمد بتقول بنتي عندها 10 سنين وزنها 68 كيلو وشعرها بيقع بشكل كبير، فهل لو اديتها الكورس هينزل لها الوزن ولا لا؟ وهل هيعالج لها شعرها برضو ولا لا؟ اكيد. احنا لسه قايلين ان الطفل اللي عنده 10 سنين بوزن 68 ده دخل معايا في كاتيجوري تاني، ده دخل معايا في العشرينات على طول. فممكن جدا تاخده ما فيهوش مشكله، وشعرها هيتحسن جدا لو اخذنا برضو معايا الالب مالتي فيت زي ما قلنا. البيستا تاخد معاه الالب مالتي فيت على طول التساقط بتاع الشعر هيروح. تمام. طيب سؤال بعد كده من فادي عزيز بيقول انا عندي 31 سنه وزني كان 109، اخذت الكورس ووزني بقى مناسب جدا، هل لو وقفته دلوقتي ارجع ازيد تاني ولا لا؟ ده اللي احنا بنقوله بقى. الوزن لازم يوصل ايديال. ايديال يعني ايه؟ يعني الراجل بالنسبه له نموذجي من وجهه نظر نموذجي لا من وجهه نظر دكتور التغذيه. فعشان كده لو هو اتصل وطلب الكورس بتوع التغذيه هيشوفوا وزنه وطوله ويقولوا له طبعا مجانا تمام او مش تمام، مجانا كده تمام ولا مش تمام. وهل نقدر نوقف دلوقتي ولا نستنى شويه؟ طب تاني حاجه، هو انا في مشكله لو مشيت عليه على طول سنتين ثلاثه؟ لا مفيش مشكله. ليه؟ لان زي ما قلنا ده خلاص انا مش قادر شهيتي ما بعرفش الم نفسي، هو ده بيجبرني الم نفسي بالعافيه. طبعا. فما عنديش مشكله، يا رب لو مشيت عليه طول العمر مفيش مشكله.
طيب ألفت محمود بتقول أنا ولدت ابني من سنة ووزني 125 كيلو وبحاول أمشي على دايت بقالي فترة طويلة ومفيش نتيجة، فهل هل متاح إن أنا أخد كورس بيستا أثناء الرضاعة؟ طبعا طبعا، ألياف طبيعية ما يتعرضش يعني خالص، ألياف طبيعية معاها كروميوم، مواد كلها ناتشرال عليها فيتامين سي، كل الكلام ده هي اللي بترضع، ما تاخدش فيتامين سي وشويه الياف لا عادي خالص. طيب والفيتامينات ده بالعكس، ده تاخد الالبو مالتي فيت كمان، لان اثناء الرضاعه الام بتحتاج فيتامينز، لان الرضاعه برضو بتوقع الشعر على فكره، اكيد توقع الشعر والاظافر تبتدي تتقصف والبشره تبقى بهتانه والارهاق والاجهاد كتير مسحوب من الجسم والكالسيوم طبعا، كل بيبي بياخد من طبعاً عظم الام طبعاً. فكل الحاجات دي كلها متوفره، فما فيش اي خطوره من ان هي تاخد الكورس مع الرضاعه. طيب هل في يعني نصيحه عامه تحبي نختم بيها لقائنا ده؟ هل في مثلا حاجه معينه حضرتك بحكم تخصصك وخبراتك السابقه خدتي بالك منها، مفهوم خاطئ عند البعض فيما يتعلق بمساله السمنه والتعامل مع السمنه؟ طبعا الفكره ان المفهوم الخاطئ ان واحنا ولادنا صغيرين دايما عاوزينهم مبطبطين يعني يعني اول ما تلاقي طفله كده رفيعه، هو انت يا بنتي مالك مسنكحه ليه كده؟ دي مسنكحه بنتك اكليها، المثل حتى في ناس يقول لك اعملي بقك حصاله يعني لا تاكل اي حاجه تقابلها، الكلام ده غلط يا جماعه. لازم نربي ولادنا على مفهوم الصحه وان السمنه دي مش حاجه كويسه، ان ان حته ان انا بنتي تبقى زي البطه كده واظغطها، المفهوم ده غلط. لازم نعلم ولادنا من الاول ونربيهم على كده، ندخلهم جيم، نعلمهم الرياضه، نعلمهم الدايت، المفهوم ده من وهي صغيره هتكمل عليه، مش هنحتاج لاي حاجه بعد ده. خير ختام لفقرتنا النهارده، لحضرتك نورتينا وشرفتينا فيها بوجودك، بشكرك جزيل الشكر، واكيد بشكر حضراتكم مشاهدينا بكل مكان على حسن متابعتكم لينا. ان شاء الله يتجدد اللقاء بكره باذن الرحمن، وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي، الى اللقاء.